كده مشينا اللايف من فيسبوك. هنا اللايف مش هعمل شير السكرين من عندك للايفنت لانه فيه المعلومات عشان يكون ده الكابشن بتاع الفيديو. لكن انا كتبت المعلومات في ال... ذاك ما ذاك لللايف بتاع الفيسبوك. قصدك كده؟ شيل السكرين. الناس الراغين يدينون ديل مانو. قصدك كده؟ هاي لكن للايفنت يعني امشي في دوس في اللينك بتاع الجروب اللي هو بحث المختبرات الطبيه. في اللينك بتاع الجروب زاد هاي دوس. امشي الايفنتس، شايف الايفنتس؟ الايفنتس فوق فوق على يمينك فوق يمينك فوق يمينك. ايوه يمينك ايوه دوس الايفنت. يلا دوس دي في اديت. لا 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 ما اديت، اطلع فوق اطلع فوق. ده كده الكابشن، دي الحاجة اللي انت لابس صغيرة في البداية صح؟ أيوة. يلا دكتور نادر اتفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سلسلة علوم المختبرات بين التطوير وتحديات التنفيذ. اليوم في حلقة مهمة جدا يعني تصب في أهم الأشياء المتطلبة بالنسبة لنا للعالمية حتى نكون مواكبين بمناهجنا في علوم المختبرات الطبية. وأردنا أن نفصل لها حلقة خاصة واللي هي الحلقة الرابعة. وحقيقة مقدمة الليلة اليوم شخصية قنية عن التعريف، كلكم تعرفوها عبر التواصل، يعني فاعلة للخير وتدريب الناس في هذا المجال بخبرتها. الأخت الأستاذة المدربة إيمان مجيد اللي هي الحاصلة على CMQ والCBHQ والحاصلة أيضا على الميديكال لابراتوري ASBI والحاصلة على أيضا الACC والCIBT. وكل مفردة من ديل من خلال حلقتنا التعريفية للأخت إيمان مجيد هتفصل كل المصطلحات دي بصورة، وأتمنى أنه هتقدم لنا في شكل لكشر. وكل التساؤلات المتعلقة تحت عنوان البورد الأمريكي تحت المجهر الليلة هتفصل لنا كل التوابع والمتطلبات بالنسبة للإنسان داير يمتحن البورد الأمريكي وكيفية يمتحنه متين. تفضل الأخت إيمان، جزاك الله خير، مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان مجيد، واليوم بإذن الله حنتكلم كلام تفصيلي عن امتحان الـ ASCP بإذن الواحد الأحد. فعلشان ندخل في موضوع طوالي خلينا نبدأ بإذن الله. كده الشاشة واضحة؟ اي واضحة كده واضحة. طيب انا ايمان مجيد، وزي ما قال لي دكتور نادر انا عندي CMQ هو Certified Manager in Quality، CPHQ Certified Professional in Healthcare Quality، MLS ACPI اللي هو International Medical Laboratory Scientist، CIPT اللي هي Certified International Professional Trainer اللي هي اعلى من ال TOT Trainer of Training، والACC اللي هي Associated Certified Coach. هذه كل شهادات أنا حاصة عليها، حبيت أقولكم من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بالنسبة للcontent outline بتاعتنا، أولا هنتكلم عن introduction عن الACPI، نشأته متين، ابتدى متين كده. بعدين عن الACPI origin، أول ما بدأ برنامج الACPI بدأ في أمريكا بس كأنه ASCP، بعدين انترناشونال الناس حبت تعمل يعني سيرتيفيكيشن انترناشونال. اوكي، فنحن هنتكلم عن الاي اس سي تي اي اوريجين. بعدين السيرتيفيكيشن نفسهم انفراستراكشر، الاي اس سي تي اي عنده انفراستراكشر ثلاثه، عنده ثلاثه حاجات تحكي هنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله. بعدين الفاليو اوف اي اس سي تي اكزام، اي اس سي تي اي اكزام، انا لو عندي اي اس سي تي اي اكزام بيفرق شيء من واحد ما عنده اي اس سي تي، تمام؟ بعدين ديفرنس سبيشاليتيز ان اي اس سي تي،
يعني امتحان الاي اس سي بي التخصصات اللي جوه شنو؟ يعني انا لو عندي تخصص معين هل ينفع امتحن الاي اس سي بي ولا ما ينفع امتحن؟ بعدين حنتكلم عن حاجه اسمها الليجيبيليتي، والليجيبيليتي هي عباره عن المؤهلات، يعني على حسب مؤهلك انت بتمتحن امتحان الاي اس سي بي المعين. بعدين بنتكلم عن الدوكيومنت، اذا انا عايز امتحن الاي اس سي بي اي اوراق انا المفروض اجهزها، هنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله. كمان انه هاو تو ابلاي فور اي اس سي بي اكزام، وده عباره عن اكثر سؤال انا سئلت له يعني خلال معرفتي بامتحان الاي اس سي بي اكزام، لانه معظم الناس ما عارفه انها كيف تقدم، ومعظم الوكالات يعني لحد ما بتاخذ قروش زياده. فان شاء الله اليوم حنتكلم بالتفصيل انه واحد كيف يقدم الامتحان. بعدين حنتكلم عن الاي اس سي بي اكزام سيرتيفيكيشن بروسيس، يعني حتى انا لو قدمت ما معناها انه سيرتيفيكيشن بروسيس خلصت. السيرتيفيكيشن بروسيس او يعني نقول مثلا الطريقه بتاعت ان الواحد ياخذ الاي اس سي بي عنده دكتور، يعني عنده خطوات وخطوات وخطوات، حنبداها من البدايه للنهايه باذن الله. طيب في حاجه اسمها ايفالويشن، ودي عباره عن معادله الشهاده بتاعتك الجامعيه بالشهاده الامريكيه، كيف ان الواحد يقدم للايفالويشن كمان حنتكلم عنها. الكوست اوف اي اس سي بي اكزام، التكلفه بتاعته بالضبط هي عباره عن شنو. بعدين الشيدولينج اوف اكزام، لو انا عايز احدد الامتحان هحدد في اي شهر في اي يوم في اي ساعه، من وين انا بقدر ادخل واسجل الامتحان. هنتكلم كمان على الاكزام ستدي، اذا انا عايز ادرس الاي اس سي بي اقرا من وين بالنسبه للكتب المواقع وكذا. كمان مجيد سوشيال ميديا سبورت، يعني انا بالنسبه لامتحان الاي اس سي بي يمكن عندي زي 4 أو 5 مصادر في السوشيال ميديا بعمل ده سبورت للناس اللي عايزين الامتحان، فهنتعرف عليها اليوم. معلش يا دكتور على المقاطعة، لو ممكن بس قربي شوية من المايك لأنه الصوت بيقوله ضعيف. أوكي طيب. هاي أو ممكن هاي يكون الصوت واضح؟ معناه كده. بس. كده الصوت واضح؟ أيوة كده واضح. تمام. طيب كمان أوكي حنتكلم عن الـ ASCP exam day. إذا أنا ممتحن امتحان الـ ASCP اليوم بتاع الـ ASCP نفسه أنا في أشياء مفروض أعملها، الحاجات اللي مفروض أشيلها معي للمركز شنو؟ جوا المركز في عدة عمليات بالتيم، هيحصل شنو بالضبط؟ يعني الواحد إن شاء الله اليوم لما يطلع من اللايف ده حيكون عنده تصور تام عن امتحان الـ ASCP من ما يفكر فيه لحد ما ياخذ الشهادة بإذن الله. حنتكلم عن الـ ASCPI result، النتيجة كيف بتاخذ النتيجة، بعد كم يوم بتطلع. كمان حنتكلم عن الشهادة بتاعت الـ ASCP، وآخر حاجة حنتكلم عن الرينيو التجديد بتاع الـ ASCP. أنا أخذت الـ ASCP الحمد لله وباس واموري طيبة، أنا كيف بتجددوا بعد كم بمدة كم يعني القروش كم وكذا. فإن شاء الله دي كل الكونتنت بتاعت اليوم حتكون إلى حد ما دسيمة، بس إن شاء الله بإذن الله نقدر عليها. طيب بالنسبة للإنترودكشن، الـ ASCP هو عبارة عن اختصار لـ American Society of Clinical Pathology، تمام، أو هي عبارة عن الجمعية الأمريكية للأمراض السريرية. هي عبارة عن اتكونت سنة 1928 عن طريق الأمريكان سوسايتي أوف كلينيكال باثولوجي، يتغير اسمها من بورد أوف ريجستري بقوه بورد أوف سيرتيفيكيشن after joining with the former national credentialing agency. هي recognized as هي بتعتبر إنها most influential leader in the field of certification of medical laboratory professional، هي أكثر جهة بتعمل certification للميديكال لاب بروفيشنال في العالم. من بداية إلى الآن هي عملت سيرتيفيكيشن لأكثر من 590 ألف بروفيشنال حول العالم في أكثر من 25 كاتيجوريز، issuing its first certificate سنة 1930. ده عبارة عن الـ ASCP من داخل أمريكا، لسه نحن نتكلم عن الـ ASCP، أي ده عبارة عن الـ ASCP من داخل أمريكا. طيب حالياً حنتكلم عن الـ ASCPI origin، إنه الـ ASCPI اللي هو الـ I عبارة عن international، الـ ASCPI origin طلع من وين بالضبط؟ في فبراير سنة 2002 recognition of laboratory professionals internationally through the board of registry certification، يعني البورد اوف ريجستري سنة 2002 عمل recognition لل laboratory professional internationally في العالم كله. يعني قالوا يعني بدل يكون ال certification داخل أمريكا بس، فلا نحن نطلعه في العالم كله. وسنة 2005 الـ ASCP Board of Governance approved international certification، عملوا approved سنة 2005 with the designation of ASCPI، سموه ASCPI وقالوا إنه الـ I هي عبارة عن international.
وأول امتحان للـ ASCPI كان في ساوث كوريا، كان في كوريا الجنوبية. طيب الـ ASCPI عنده infrastructure بيتكون من ثلاثة أشياء. أول حاجة اسمها International Ambassadors، والحاجة الثانية International Consortium of ASCPI وAdvisory Boards. نحن ما نشغل بالنا، اللهم ديل عبارة عن جهات منظمة الامتحان الـ ASCPI، وكل جهة مسؤولة من شيء معين. مثلا الـ Advisory Board بيتكون مثلا من 4 أو 5 دول زي ما شايفين في الصورة دي، في الكويت، في الأردن، في باكستان، في قطر، في السعودية، وفي الإمارات العربية المتحدة. وزي ما عارفين إن إحنا كلنا نعرف دكتور أحمد إبراهيم جزاه الله خير، ربنا يعني متعب بالصحة والعافية، هو عبارة عن عضو من الـ Advisory Board في الإمارات العربية المتحدة. طيب إذا أنا عندي ASCPI يعني حيضيف لي شنو بالضبط في المهنة بتاعتي أو في الكارير بتاعي؟ Ensure public health and patient safety and promote high quality international laboratory practice. أهم حاجة إنه بيضمن إنه أنت عندك international laboratory practice، إنه أنت لما يكون عندك شغل في اللاب إنه أنت بتشتغل لأنه أنت certified، معناها أنت عندك كل المعرفة المناسبة لأنه أنت تقوم بعملك في مكان عملك المناسب. Standards in medical laboratory worldwide. Confirm that an individual has demonstrated he possesses the crucial knowledge. أهم حاجة إنه هو ما عنده المعرفة المناسبة to perform essential tasks within all areas of medical laboratory. وحالياً معظم الوظائف اللي بتطلع حديثاً بيطلبوا إنه الواحد يكون هو عبارة عن ASCP certified. يعني إذا عندي وظيفة، إذا أنا employer، أنا مثلاً شركة أو جهة أو مستشفى أو مؤسسة، وقدموا لي 2 من طالبين الوظائف، إذا واحد عنده ASCPI أكيد أنا حفضل على اللي ما عنده ASCPI، لأن هي عبارة عن حاليا شهادة مهنية، هي ما شهادة أكاديمية، هي عبارة عن شهادة مهنية الـ ASCPI. طيب معظم الناس بتسأل يعني الـ ASCP versus الـ MSc، يعني شهادة زمالة البورد الأمريكي ولا الماجستير. يعني بيسألوا إذا أنا جاتني فرصة أخذ زمالة البورد الأمريكي ولا أخذ الماجستير، أنا حقول لهم إنه ما في أي علاقة بين الاثنين. زي إذا في زول واحد سألك قال لك مثلا طويل النخلة ولا غريق البحر، ما في أي علاقة، ما في أي وجه شبه بين الاثنين. دي شهادة لها مميزاتها ودي شهادة لها مميزاتها. امتحان الـ ASCPI شهادة مهنية بحتة بتفيدك في مجال الشغل، بتفضلك على زملائك اللي ما عندهم الشهادة. إذا أخذت الشهادة بتكون أنت عارف كل النولج المطلوبة في اللاب، لأنه أنت قريت يعني معرفة عبارة عن ستاندرد، انترناشونال ستاندردز، ده الـ ASCPI. أما الماجستير هي عبارة عن شهادة أكاديمية، هي عبارة عن درجة علمية أكاديمية. وأكيد الواحد إذا عنده بكالوريوس كل ما طلع عليه فوق ماجستير دكتوراه أكيد أفضل، بس بعدين أنت ورغبتك، يعني الحاجة بتتوقف على الواحد ورغبته، هل أنا عايز أمشي في المجال الأكاديمي ولا أنا عايز أمشي في المجال المهني. طيب نحن حاليا حندخل في التخصصات المختلفة بالنسبة لامتحان الـ ASCPI. أول تخصص عندنا الفيروباتومي اللي هو سحب الدم، بعدين عندنا البلود بانكينج، بعدين الكيمستري والهيماتولوجي، الميكروبيولوجي، موليكولار بيولوجي، هيستوتكنولوجي، سايتوتكنولوجي، جاينيكولوجيك سايتولوجي، سايتوجينيتكس، وسايتومتري. دي عبارة عن التخصصات المختلفة امتحان الـ ASCPI. يعني أنا إذا عندي مثلا تريننج أو عندي شهادة في السايتومتري ممكن امتحن ASCPI، لكن إذا أنا مثلاً عندي شهادة في الإنفكشن كنترول ما ينفع امتحن ASCPI. ليه؟ لأنه ASCPI ما عنده تخصص بتاع إنفكشن كنترول. طيب امتحان ASCPI عنده امتحانات مختلفة، عنده 4 أنواع من أنواع الامتحانات. الأولى هي عبارة عن التكنيشن أو امتحانات الدبلوم. امتحانات التكنيشن هي عبارة عن 3 أنواع: الـ MLT ASCPI اللي هو International Medical Laboratory Technician، والثاني هو الـ PBT ASCPI اللي هو International Phlebotomy Technician، بعدين HT ASCPI اللي هو International Histo Technician. يعني إذا أنا عندي دبلومة في المختبرات الطبية كمان ينفع امتحن الـ ASCPI وأكون Certified. فده النوع الأول من الامتحانات اللي هو عبارة عن Technician لحاملي درجة الدبلومة. النوع الثاني هو عبارة عن Technologist، والTechnologist هو عبارة عن امتحان تخصص. تمام، امتحان التخصص نوعين عندنا، الأول تكنولوجيست، حنجينا النوع الثاني.
التكنولوجيز هو امتحان تخصص بس إلى حد ما يعني ما صعب، يعني سهل إلى حد ما، أسهل من النوع الثاني اللي هو سبيشاليست. هنيجي للنوع الثاني حاليا سبيشاليست، فمعظمنا احنا قاعدين نمتحن تكنولوجيز لأنه إلى حد ما سهل. فامتحانات التكنولوجيز هي اللي قدامنا اللي هي ام بي اي اس سي بي اي انترناشونال تكنولوجيز ان مولكيولار بايولوجي، بي بي اي اس سي بي اي انترناشونال تكنولوجيز ان بلود بانكينج، وانترناشونال تكنولوجيز ان كيمستري، انترناشونال سايت تكنولوجيز، انترناشونال تكنولوجيز ان جاينيكولوجيك سايتولوجي، انترناشونال تكنولوجيز ان هيماتولوجي، ان مايكروبيولوجي، ان سايتوجينيتكس، انترناشونال هيستو تكنولوجيز. دي عبارة عن امتحانات التكنولوجيز. هنجي للنوع الثالث اللي هو مسمى اسمه ساينتست، والمسمى اللي اسمه ساينتست هو مسمى واحد بالنسبة لامتحان الـ ASCPI اللي هو MLS ASCPI International Medical Laboratory Scientist، وده عبارة عن امتحان الـ ASCP الجنرال. معظم الناس حاليا بتمتحن جنرال، لكن في الفترة القريبة يمكن سنتين لورا أو سنة لورا الناس بدأت تمتحن امتحانات التخصص، لأن الواحد كل ما يمتحن الـ ASCP بدرجة أعلى كل ما كان أفضل. يعني إذا امتحنت تكنيشن أفضل تمتحن منه تكنولوجيست، أو لا جنرال، إذا امتحنت جنرال أفضل تمتحن منه تكنولوجيست، إذا امتحنت تكنولوجيست أحسن تمتحن منه سبيشاليست. تمام؟ فالـ MLS ASCPI لحد شهر واحد سنة 2015، قبل شهر واحد سنة 2015 كان اسمه MTASCPI. أي واحد أخذ شهادة ASCP قبل 2015 شهر واحد الشهادة بتاعته طلعت بـ MTASCPI Medical Technologist ASCPI، لكن من شهر واحد من يوم 1/1/2015 إلى جاي المسمى تغير لـ MLS ASCPI. بالنسبة للنوع الأخير من امتحانات البورد الأمريكي اللي هو Specialist، الـ Specialist دي عبارة عن نوع من أنواع التخصص والتخصص العميق. تمام؟ يعني إذا أنت ممتحن Specialist معناها خلاص أنت متمكن من التخصص بتاعك. امتحان الاسبيشاليست بالنسبة للفرق منه من امتحان التكنولوجيست، أول حاجة بيسأل أسئلة زيادة في الكواليتي كنترول وفي المانجمنت في اللاب أوبريشن، يعني أسئلة عميقة. فالواحد إذا عايز يمتحن اسبيشاليست لأي تخصص من التخصصات يلزمه أقل حاجة تحضير 3 شهور، لأنه هو عبارة عن امتحان عميق جدا. طيب تخصصات الاسبيشاليست هي انترناشونال اسبيشاليست ان مولكيولار بيولوجي، بلود بانكينج، كيمستري، سايتوتكنولوجي، غاينيكولوجيك سايتولوجي، هيماتولوجي، مايكروبيولوجي، وسايتومتري. انترناشونال سبيشاليست ان سايتومتري ما في امتحان زيه اسمه انترناشونال تكنولوجيست ان سايتومتري، لا، بس هو عباره عن امتحان واحد في تخصص السايتومتري، هو عباره عن سبيشاليست. فدي عباره عن حاليا الاربعه انواع بالنسبه لامتحان الاي اس سي بي. طيب ممكن واحد يسالني سؤال يقول لي يا دكتوره إذا أنا عايز امتحن ASCP أفضلي يمتحن تكنولوجيست ولا أفضلي يمتحن سبيشاليست؟ أول حاجة ده بيعتمد على المؤهل اللي عندك. ممكن أن يكون عندي مؤهل يعني أقدر امتحن به تكنولوجيست وأقدر امتحن به سبيشاليست. إذا عندك المؤهل اللي بيخليك تمتحن الامتحانين مع بعض، حاليا بينجي المرحلة الثانية اللي هي الأفضليات، أنت بتفضل شنو فيها؟ وغير الأفضليات بتحكمك الحياة المهنية اللي قدامك، هل انت ماشي لحياه مهنيه بس محتاجين تكنولوجيست، ولا لا انت عايز تكون ان انت في المجال بتاعك عندك يعني اقصى انواع المعرفه، عايز تكون ان انت افضل واحد في المجال. يعني انا حاليا بعرف ناس عندهم شهاده جنرال، عندهم شهاده تكنولوجيست، عندهم شهاده سبيشاليست مع بعض، يعني بعرف ناس حاليا عندهم 3 شهادات في الاي اس سي بي. ودي افضل، كل ما الواحد امتحن شهاده في الاي اس سي بي لازم يرتقي ويمتحن الشهاده الاعلى منها. إذا الواحد من البداية امتحان سبيشاليست ده حيكون كده، حيكون أفضل، حتكون أنت حفظت الوقت والجهد والزمن. تمام؟ حنمشي لحاجة اسمها eligibility، وزي ما قلنا إنه eligibility هي عبارة عن المؤهلات المختلفة لامتحان الـ ASCP. إن شاء الله اللايف بتاعنا نحن هنقسمه لجزئين، الجزء الأول عبارة عن الباوربوينت، هنشرح كل حاجة في الباوربوينت. الجزء الثاني حنمشي لموقع الـ ASCP، وفي بعض الحاجات حنشوفها مع بعض انه كيف الواحد يتحصل عليه. فانا بالنسبه للاليجيبيليتي جبت لكم بس مثالين عليهم، باقي الاليجيبيليتيز للامتحانات الثانيه المختلفه ان شاء الله حنمشي مع بعض موقع الاي اس سي بي ونشوفها من هنا. فحاليا جبت الامتحان التكنيشن اللي هو ام ال تي اي اس سي بي اي اللي هو انترناشونال ميديكال لابوراتوري تكنيشن. الروت يعني شنو روت؟ الروت هو عباره عن المؤهل. تمام؟ يعني الروت
يعني امتحان التكنيشن دي عنده 3 روتس، يعني عنده 3 مؤهلات. طيب المؤهل الاول او الروت الاول انه الواحد يكون عنده سنتين دبلوم، عنده دبلومه مدتها سنتين في ميديكال لابوراتوري ساينس. بس اذا انت قاري مختبرات طبيه دبلومه مدتها سنتين بتقدر تمتحن الاي اس سي بي اي اللي هو انترناشونال ميديكال لابوراتوري تكنيشن بروت 1 او بالمؤهل الاول. اذا انت عندك سنتين دبلومه بس دبلومه ما في المختبرات الطبيه، دبلومه في البيولوجيكال ساينس او في الكيمستري، يعني اذا انا عندي دبلومه في الكيمستري برضه ممكن امتحن امتحان الاي اس سي بي اي، بس معاها عايزين ميديكال لابوراتوري ساينس تريننج بروجرام، لازم اجيب تريننج بروجرام اي برنامج بتاع تريننج في المختبرات الطبيه. والتريننج عاده بيكون في الجامعات، او تتذكروا زمان في الجامعه في حاجه اسمها سيرفيس تريننج، دي عباره عن التريننج. اما الروت الثالث او المؤهل الثالث هو عباره عن سنتين دبلومه في البيولوجيكال ساينس او الكيمستري ومعاه 3 سنه من الخبره العمليه اكسبتابل. لما يقول لنا اكسبتابل بيقصد شنو؟ يعني الخبره بالنسبه لامتحان الاي اس سي بي عندها شروط معينه. اول حاجه الخبره تكون مغطيه باسم الهيماتولوجي والبلود بانكينج والمايكروبيولوجي والكيمستري. اذا الخبره كانت ما في الاربع اقسام دي ما حد يتقبل، عشان كده هو قال اكسبتابل لانه عندها شروط. طيب النوع الثاني اللي جبته هو عباره عن الامتحان الجنرال اللي هو الام ال اس اي اس سي بي اي، لانه معظم الناس امتحنوه. فعنده 5 روتس، عنده 5 روتس. الاول يكون الواحد عنده باكالور ديجري ان ميديكال لابوراتوري ساينس، عنده بكالوريوس مختبرات طبيه عادي، او في البيولوجيكال ساينس او الكيمستري. يعني اذا انا عندي ماجستير مختبرات طبيه في الكيمستري ممكن امتحن اي اس سي بي اي، تمام، لكن بشرط يكون عنده ميديكال لابوراتوري ساينس تريننج بروجرام، يجيب شهاده بتاع التدريب في المختبرات الطبيه والحمد لله بتمشي الامور. الروت الثاني يكون عنده شهاده بكالوريوس ومعاها 3 سنين بتاعت خبره. الروت الثالث بكالوريوس بيكون معاه كومبليشن اوف 2 اير ميديكال لابوراتوري ساينس بروجرام، يعني يكون عنده شهاده بتاعت باكالور من اي مكان، يعني حتى من اي عندك باكالور بتاع محاسبه، المهم يكون عندك باكالور ديجري، ما حددوا من وين. يعني الروت الثالث ما حددوا درجه البكالوريوس تكون في اي تخصص، بس يكون عندك درجه بتاعت بكالوريوس. اهم حاجه معها successful completion of 2 year medical laboratory science program، يكون عندك شهاده بتقول لهم انه الواحد الزول ده والله خلص دبلومه بتاعت مختبرات في سنتين كده ممكن يمتحن. بعدين الرابع يكون عندك باكالور ديجري في البيولوجيكال ساينس او الكيمستري ومعاها 5 سنوات من الخبره، ده بتمتحن طريقه الروت 4. اما الروت 5 يكون عندك باكالور ديجري ومعاها سنتين دبلومه وكمان معهم 5 سنين من الخبره. فزي ما شايفين انه هم بيحاولوا عن طريق الروت بيحاولوا يغطوا جميع الخيارات بتاعه المؤهلات المختلفه. ممكن الواحد الزول الاول يكون عنده باكالور ديجري، الزول الثاني عنده ماستر ديجري، الزول الثالث عنده خبره، الرابع ما عنده خبره، الخامس عنده تريننج بس. فهم لانه المؤهلات مختلفه جدا فهم بيحاولوا عن طريق الروت يعني يخلوا اكبر قدر من المؤهلات تكون مؤهله انها تمتحن امتحان الاي اس سي بي. فدي الفكرة بتاعت الروتس المختلفة بالنسبة للامتحان. طيب إذا الواحد عايز يحدد الإليجيبيليتي بتاعته هل هو مؤهل للامتحان ولا لا، في حاجة اسمها Examination Eligibility Assistant. والإكزامينيشن Eligibility Assistant دي عبارة عن يعني آداة قاعدة في امتحان قاعدة في الموقع بتاع الـ ACT، أنت بتدخل عليها يعني بيسألك سؤال، هل أنت عندك مثلا درجة بكالوريوس؟ تقول لي يس أور نو، يمشي تحت، هل عندك تريننج؟ يس نو، عندك خبرة؟ يس نو، يعني هو عبارة عن شنو؟ أسئلة، بس أنت تجاوب عبارة عن خيارات. في النهاية بوريك إن أنت إليجيبل للامتحان المعين ولا لا، بس أهم حاجة في البداية أنت حتحدد نوع الامتحان اللي أنت عايز تحدد له. فإن شاء الله بعد ما يخلص اللايف من الباوربوينت حنمشي كمان موقع الـ ASCP ونشوف كيف الواحد بيدخل على الإليجيبيليتي أسيستنت ويحدد الإليجيبيليتي بتاعته. طيب إذا أنا عايز أمتحن البورد الأمريكي في دوكيومنت محددة أنا مفروض أجهزها. طيب الدوكيومنت هي عبارة عن شنو؟ يا إما درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو درجة الدكتورة أنا مفروض أكون محضراها، أو حتى كمان درجة الدبلوم. مفروض أجهز كلينيكال إكسبيرينس سيرتيفيكيت، شهادة بتاعت خبرة. ممكن يجهز شهادة بتاع التدريب، عايزين صورة بتاع الباسبور، وعايزين صورة خلفية بيضة،
عايزين الايفالويشن ليتر. والايفالويشن ليتر ده عباره عن الشهاده بتاعت التقييم اللي احنا عملناها او المعادله اللي عدلناها عن طريق الشركات، والشيء حنجي للخطوه دي باذن الله. في حاجه اسمها ريكومنديشن ليتر. الريكومنديشن ليتر دي خطاب توصيه انت بتجيبه يا اما من مديرك في الشغل او مديرك في الجامعه، رئيس القسم في الجامعه، اللهم شخصيه هي اعلى منك، وهو ممكن يكتب خطاب لنفس اي اس سي تي اي، والله ايمان مجيد دي عايز يمتحن لاي اس سي تي اي وانا مطير انه اوراقه تامه وانه اوراقه صحيحه، ويوقع ويمضي ويختم وخلاص الورقه جاهزه. وعندها صيغه معينه، يعني ريكومنديشن ليتر عنده صيغه معينه، لانه العنوان بتاع ناس الاي اس سي تي اي المفروض يتكتب في الورقه. في الجروب بتاع الاي اس سي تي انا قد كده نزلت لهم نسخه بالنسبه للريكومنديشن ليتر، انه كيف الواحد يكتب اول نسخه جاهزه ومتوفره في الجروب. طيب الدول اللي يمكن انا امتحن فيها امتحان الاي اس سي تي، انا بس جبت لكم امثله ليس للحصر، طبعا دول كثيره. ممكن امتحن في مصر، في قطر، في السعوديه، في الامارات، في عمان، في باكستان، في الهند، يعني في اثيوبيا، يعني الدول اللي ممكن الواحد يمتحن فيها الامتحان كثيره جدا. وان شاء الله باذن الله بعد ما تم رفع الحظر عن السودان، ان شاء الله نتمنى ان السودان قريبا يكون من الدول اللي ممكن الواحد يمتحن فيها الاي اس سي تي اي باذن الله. طيب how to apply for ASCPI؟ إذا أنا عايزة أقدم للASCPI كيف أقدم؟ طيب أول certification process. طيب أول خطوة بالنسبة لامتحان الASCPI، أول حاجة إنه أنا أعمل حساب في موقع البورد الأمريكي، الموقع www.ascb.org.com، أو أدخل جوجل أكتب عليه ASCP على طول حيجيب لي الموقع بتاع الASCPI. همشي جوا هعمل نيو اكاونت، اعمل حساب جديد وادخل جوا. انا كده دي اول خطوه بالنسبه لامتحانات البورد الامريكي. الخطوه الثانيه انه انا همشي اشوف الاليجيبيليتي بتاعتي، هل انا مؤهل للامتحان؟ مثلا انا قررت اني امتحن السي اي اس سي تي اي اللي هي انترناشونال سبيشالست ان كيمستري، تمام. انا قررت امتحن الامتحان ده، اذا مشيت عملت الاليجيبيليتي اسيستنت، اذا شفته وعملته ولقيت اني مؤهل، وإذا مثلا اللي جيب لك اسيستنت أنا ما بعرف استخدمه ولا بعرف حتى بدون يعني جيب. معلش يا دكتور المقاطعة، إذا ممكن الصوت بس شكله بعيد. طيب ما مشكلة، حكون ماسكة وكده كده تمام. هاي كده تمام، شكرا. أوكي إذا أنا اللي جيب لك اسيستنت ما بعرفه ولا حتى من وين أعرف أجيبه، أهم حاجة إنه أنا أدخل على الامتحان اللي أنا عايزة أمتحنه وأمشي على الروتس. وحاليا كمان حنمشي مع بعض وحنشوف إنه الواحد كيف يجيب الروتس مع بعض، تمام. الخطوة الثانية إنه الواحد يحدد إنه هو مؤهل للامتحان ولا لا. الخطوة الثانية هي إنه الواحد يعمل أونلاين أبليكيشن اللي هي أدميشن. في حاجة اسمها أدميشن. لما يقول لك أدميشن بالنسبة للامتحان الـ ASCP، إن أنت تدخل الحساب بتاعك وتقدم للامتحان، وحاوريكم كمان كيف الواحد يدخل على حسابه كيف يقدم للامتحان. بعدين ندفع القروش بتاعة الامتحان، كمان هنجي للخطوة دي. وبعدين يعني انا دخلت حددت الاليجيبيليتي ولقيت ان انا مؤهل، دخلت اونلاين وعملت الفورم كله وعملت الابلكيشن كله وصدمت ودفعت القروش، تمام. الموضوع ما خلص لسه. ناس الاي اس سي تي عندهم ايميل موجود في الموقع بتاعهم، هتمسك الورقه اللي عندك اللي هي الشهادات بتاعتك المطلوبه على حسب الاليجيبيليتي بتاعتك، ترسل لهم في الايميل. يعني الاوراق بتاعتك ما بترفعها في الموقع بتاعهم، لا بتترسل عن طريق الايميل. بيشوف الاوراق هي عباره عن شنو. انا والله عايز ارسل شهاده البكالوريوس ومعاها خبر سنتين مثلا، دي الاوراق المناسبه للمؤهل. معناها هرسل شهاده البكالوريوس، هرسل شهاده الخبره السنتين، هرسل صوره من الجواز، هرسل صوره خلفيه بيضاء، هرسل صوره من الايفالويشن ليتر اللي جبته عن طريق الايجنسي الوكاله، هرسل صوره من الدوكيومنتيشن ليتر او خطاب التوصيل. كده الاوراق كلها تامه، حكتب لهم في الايميل انه انا والله العظيم قدمت للاي اس سي بي اي اونلاين، اي سبميتد ابلكيشن واي بيد ذا فيز وكل شيء تمام، وانا اسمي كده. وفي حاجه اسمها كاستمر اي دي، اذا انت عملت الكلام ده اول ما تدخل الموقع وتعمل اكونت بيديك كاستمر اي دي، تكتب لهم الكاستمر اي دي بتاعتي كده وترسل الايميل. هم ان شاء الله بعد من يعني اقل من اسبوع بيردوا لك انه انت هم خلاص استلموا الابلكيشن بتاعتك والادمشن بروسيس بتاعتك هاز بين ستارتد. بتستنى زي اسبوعين ثلاثة اسابيع بيرجعوا لك بيقول لك انه الحمد لله الادمشن بتاعك خلص،
you are eligible to مثلا كده exam. لو قال لك you are eligible ده خلاص الادميشن بتاعك خلص مني انت ممكن تمتحن للامتحان. فلسه العمليه بتاعت السيرتيفيكيشن بروسيس ما خلصت. تاني هنمشي للاكزام ريجستريشن ودي حاجه حاليا. طيب قبل ما نواصل الايفالويشن ليتر دي عباره عن مجموعه الوكالات اللي نازله في موقع الاي اس سي بي في موقع الاي اس سي بي اي وهي معتمده. هم يمكن 11 او 12 وكاله. كل وكاله مكتوب فيها اسمها موقعها رقم تليفونها الايميل بتاعها. فاذا انا عايزه اعمل ايفالويشن ومحتاره اعمل ايفالويشن عن طريق اي وكاله حامشي الوكالات دي واحده واحده. ممكن ارسل لهم ايميل اقول لهم انه انا عايزه اعمل اي اس سي بي وانا بس يعني بسال عن الايفالويشن بروسيس بتاعتكم في البروج بتاعتكم المطلوبات شنو. في وكالات بتطلب سوفت كوبي من الشهادات وفي وكالات بتطلب الهارد كوبي نفسها. بس قصه الهارد كوبي دي صعبه يعني انا الصراحه ما بشجع الناس ابدا ترسل هارد كوبي ابدا ابدا. تمام في وكالات بتسهل الموضوع الى حد ما يعني بتحتاج حاجه اسمها ترانسكريبت. الترانسكريبت دي عباره عن شهادتك الجامعيه تمام مثلا تصويره صوره ملونه يعني الشهاده الاصل تصويره بس صوره ملونه والصوره الملونه دي تسجيله للشؤون العلميه بتاع جامعتك. يعني مثلا انا خريج جامعه الخرطوم لما جيت امتحن الاي اس سي بي اي مثلا اخذت مثلا الشهاده العلميه صورتها الدرجه بتاعت البكالوريوس وديت الشؤون العلميه. اهم حاجه شيل لهم العنوان بتاع الشركه نفسها مطبوع في ورقه ما بخط اليد لا مطبوع. تقول لهم انا عايزه ارسل الاوراق دي كارساليه من الجامعه للشركه دي لانه شركات الايفالويشن ما بيقبلوا ارساليه من الشخصي. يعني انا عايزه امتحن امتحان ما بيقبلوا مني الاوراق على اي حال لازم تكون من جهه رسميه زي الجامعه. فناس الجامعه بيختموا يعني بيغلفوا الورق في ظرف وبيختموه بالشمع الاحمر وبيرسلوه للشركه بتاعه الايفالويشن. نفس الشيء عندهم في الموقع ابلكيشن فورم. كل الشركات بتاعه الايفالويشن عندها ابلكيشن فورم تمام بتطبعه لازم تطبعه وتملاه بخط يدك تمام. وبعدين في الظرف اللي بترسله للايفالويشن لازم الابلكيشن فورم يكون فيه يعني يكون شهاداتك المطلوبه اللي انت عايز تعملها ايفالويشن يكون الابلكيشن فورم موجود وصوره من الجواز بتاعك. الحاجات دي كلها تكون في الظرف اللي حتشيله الجامعه وترسله للشركه المعينه. شركات الايفالويشن خلال اسبوعين بالكثير بيعملوا الايفالويشن بيرسلوا لك نسخه عن طريق الايميل وانت في الابلكيشن بتحدد هل انت عايز الايفالويشن دي يعني الورقه تجيك هارد كوبي ولا عايز سوفت كوبي. طبعا الاسهل انه انت تاخذ السوفت كوبي ده الاسهل والاسرع. اذا عايز هارد كوبي بيدفعوك قروش زياده بتاعت الشحن لكن يعني علشان الوقت وفي النهايه ناس الاي اف سي بي اساسا هي عايزينها سوفت كوبي يعني ما عايزينها هارد كوبي. فالافضل انه الواحد ياخذ السوفت كوبي. فكده انت حتكون قدمت للايفالويشن واخذت الايفالويشن بتاعك وهو جاهز علشان تقدم امتحان الاي اس سي بي. طيب حنجي للكوست اوف اي اس سي بي اي اكزام. تكلفه امتحان البورد الامريكي يعني حاليا نحن عارفين انه امتحان البورد الامريكي والله بيكلف الشيء الفلاني تمام. في بعض الوكالات او في بعض الناس اللي بيقدموا يعني في بعض الاشخاص ماخذين الموضوع عباره عن تجاره. انا ما بتكلم عن مراكز تدريب لا انا بتكلم عن اشخاص والله الشخص اكس دي شغال هو عارف البورد الامريكي وشغال يقدم للناس بس بيقول يعني في ناس بتقول مبالغ خرافيه والصراحه يعني حرام. يعني احنا في النهايه زملاء مهنه واحده والواحد بقلبه على اخوانه. فاذا الواحد عرف القيمه الحقيقيه بالنسبه للامتحان بيقدر يقدر اذا الشخص اكس قال له المبلغ كده هل هو يستاهل او لا. فحاليا نحن هنشوف مع بعض التكلفه بالنسبه للامتحان. طيب امتحان ال HTACPI 175 معظمه عباره عن 200 دولار يعني الحاجه الثابته اذا نحن شايفين هنا الحاجه الثابته بالنسبه لامتحان ال ASCP هي عباره عن 200 دولار للتكنولوجيست. الاسبشاليست 250 دولار تمام. التكنيشن الى حد ما يعني ارخص 175 دولار. طيب حتى دي ما عبارة عن التكلفة الحقيقية للامتحان. ليه؟ لأنه ناس الـ ASCPI عاملين تخفيضات لبعض الدول. يعني في بعض الدول عندها تخفيضات والسودان هو عبارة عن واحدة من الدول اللي عليها تخفيضات. إذا أنا سودانية ومقيمة من داخل السودان وعايزة أقدم الامتحان من داخل السودان مثلا عايزة امتحن BB ASCPI ما حدفع 200 دولار حدفع فقط 95 دولار.
يعني دي حاجة كويسة بالنسبة لناس الـ ASCP. يعني الامتحانات حتى لو 200 275 250 عاملين تخفيضات يعني رائعة، بس بشرط إنه أنت تكون مقيم داخل السودان. أما إذا أنت مثلا سوداني وخارج الدولة خلاص راحت عليك التخفيض وتدفع الفلوس زي ما هي. فزي ما شايفين في الشاشة دي عبارة عن التكلفة الحقيقية بالنسبة لامتحانات الـ ASCPI المختلفة. طيب ASCPI exam scheduling، أنا دخلت الموقع بتاع الـ ASCP، عملت account، قدمت لل يعني evaluation، يعني evaluation letter، عملت admission وعندي recommendation ورسلت الأوراق وردوا لي ناس الـ ASCP you are eligible. وأنا حاليا الحمد لله بيقولوا الـ admission بتاعي طلب، مفروض أنا بعد كده أسجل للامتحان. أنا لسه ما سجلت، في خطوة ثانية اللي هي exam registration، مفروض أسجل للامتحان. الواحد وين بيسجل الامتحان؟ بيسجل في موقع PRSUNVU اللي هو PRSUNVU.com. طيب when you receive your admission notification you may schedule your examination date and time at PRSUNVU testing center within your assigned 3 months. أهم حاجة في الموضوع إنه من اليوم اللي انت استلمت فيه الادميشن نوتيفيكيشن بتاعتك اليوم دي خلال 3 شهور، خلال 90 يوم، مفروض انت تكون قدمت الامتحان الـ ASCPI. إذا عدت 3 شهور وإنت ما قدمت للامتحان خلاص بيروح عليك الادميشن، ولازم تقدم من جديد بادميشن جديد بقروش جديدة بأي حاجة. الإيفاليويشن مرة واحدة، يعني إذا أنا قدمت الامتحان الـ ASCPI وطلع لي الادميشن ولا قدر الله حصل لي أي ظرف وما قدرت أمتحن خلال 3 شهور، مفروض للمرة الثانية أقدم لادميشن من جديد بس بنفس الإيفاليويشن الأول، ما في داعي أعمل إيفاليويشن من جديد. الإيفاليويشن مرة واحدة وخلاص، لكن من جديد حاخد ريكومنديشن ليتر من جديد، حقدم في الموقع الـ ASCPI من جديد، حارسل الإيميل بالأوراق من جديد، كل الخطوات حاملة من جديد، حتى القروش حدفع من جديد. فالواحد بيمشي الموقع بتاع PRSUNVU.com، لما الـ Admission Notification تطلع ناس الـ ASCPI نفسهم حيرسل لك في الإيميل اليوزر نيم والباسورد بتاعتك في موقع الـ PRSUNVU. تمام؟ فأنت بتمشي الموقع بتاع الـ PRSUNVU باليوزر نيم والباسورد اللي يرسلوها لك ناس الـ ASCPI، عادي بتعمل لوجين عادي، الموقع هو نفس الشيء PRSUNVU.com/ASCPI، تعمل لوجين على طول بيسألك، يعني الكلام واضح جدا، ما يعني الموقع أسهل من إنه سهل. أول ما تعمل لوجين بيقول لك حدد الموقع بتاعك، أول حاجة في أي دولة، والله عايزه في الإمارات، حدد الموقع، عايزه في دبي، عايزه في أبوظبي، أنا عايزه في أبوظبي، أوكي حددنا أبوظبي، عايزه في أي مركز، والله في المركز الأول والثاني والثالث، عايزه في المركز الثاني، هيقول لك حدد اليوم، أنت عايز تمتحن في أي يوم، والله أنا عايز أمتحن في يوم 2/2/2021، تمام، حدد الساعة، يعني الدولة أنت اللي بتحددها، حتى من جوا الدولة مكان المركز وين، في أي مكان بالضبط داخل الدولة أنت اللي بتحدده، المركز نفسه أنت اللي بتحدده، يوم الامتحان أنت اللي بتحدده، الساعة اللي بيمتحن فيها، والله عندنا متوفر 10 صباحا و11 و12 لحد الساعة 4، أنت عايز أي ساعة بالضبط. اليوم والساعة ده بيعتمد على المركز فقط لا غير، يعني ما بيعتمد على امتحان الـ ASCPI. امتحان الـ ASCPI متوفر على طول السنة، تمام، بس بيعتمد على المركز إنه هل هو يعني فيه شاغر ولا لا. إذا المركز اليوم ده كان شاغر أساساً اليوم حيكون مظلل وما حتقدر تختاره، أما إذا كان متوفر ما حيكون مظلل وحتقدر تختاره. فدي عبارة عن الريجستريشن، والتسجيل بتاع الامتحان في موقع الـ PRSUNVU free of charge، ولا درهم ما بتدفعه فيه، يعني خلاص دفعنا القروش في موقع الـ ASCPI، دفعنا القروش للإيفاليويشن خلاص خلصنا. في حاجة حرجع لكم لها حاليا سوري، بالنسبة للإيفاليويشن ما قلتها، القروش بتاعت الإيفاليويشن كم؟ في ناس بتسأل، يعني الـ ASCPI انت بتدفع فيه مرتين فقط، بتدفع في الإيفاليويشن، بتدفع في الأدميشن. شركات الإيفاليويشن أو شركات المعادلة، معظم الشركات بتاخد من $150 لحد $200، ومعظمهم 80% منهم من $150 لحد $170، عادة $150، $155، $160، يعني نقول $150 مثلا. ومثلا نقول إنه نحن في السودان مقيم، مثلا أنا سودانية ومقيمة في السودان، $95، نقول $100، $100 زائد 150 $250، ممكن تكلفة الامتحان الـ ASCPI كله تكون عبارة عن $250، تمام.
ممكن بعد ذاك على حسب زيادة الإيفالويشن، أو إذا أنا مثلا سودانية وما مقيمة في السودان فحدفع $200، 200 زائد 150 350، فدي التكلفة بتاعت امتحان ASCPR. طيب الASCPR exam is طويل، أنا سجلت الامتحان ASCP وجاني الادمشن الحمد لله، دخلت موقع PR سنبو وحجزت للامتحان. اليوم عندنا يوم كم اليوم 16/21/21، أنا حجزت للامتحان يوم 15/3/2021 مثلا، عندي شهرين بتاع الدراسة. أول حاجة أنا بنصح أي يعني زميل أو زميلة عايز يمتحن امتحان الـ ASCPI ما يحجز أقل من شهرين، يعني فترة الدراسة ما تكون أقل من شهرين. ليه؟ يعني أنا ممكن أسجل امتحان وامتحن خلال 3 أسابيع، ممكن امتحن خلال شهر، لكن القراية اللي أنت بتكون قريتها زي نحن بنقول بلغتنا الدارجية كلفت كلفت، يعني ما هي قراية يعني قراية متعمقة. إذا أنت في حاجات ممكن تكون في حاجات حفظتها بس ما فهمتها، عشان نحن قبل قلنا إذا أنت أخذت الـ ASCP certification يكون عندك crucial knowledge، أنت النوليدج اللي جبتها دي ما من قراية كلفت كلفت، لا أبدا، إنه الكتب بتاعت الـ ASCPI دي أنت قريتها وحفظتها وحفرت فيها يعني زي ما بقول. فأقل فترة هي عبارة عن شهرين، تمام؟ معظم الكتب اللي نحن بندرس منهم عندنا كتاب اسمه كاردز، عندنا بي او سي، والبي او سي هو عبارة عن كتاب أصدره الـ ASCP نفسه، تمام؟ حاليا طالع على حد الطبع السادس. سوري. عندنا هارد، عندنا كونسايز، عندنا سكسس، عندنا ابروتش. دي عبارة عن الكتب الأساسية اللي نحن ندرس منها لامتحان البورد الأمريكي. أنا أكثر كتاب يعني بقول عضوا عليه بالنواجس هو عبارة عن كتاب كاردز. دي بالنسبة للناس اللي عايز يمتحن جنرال. إذا أنا عايز يمتحن جنرال مفروض أقرأ كل تخصصات المختبرات الطبية. فكتاب كاردز وكمان معه أبروتش. كاردز أبروتش بنفس القدر. الكتابين ديل هم أهم كتابين بالنسبة لامتحان البورد الأمريكي. بالنسبة لي يعني هم عبارة عن شرح كأبروتش وكارد، ما فيهم أسئلة بس عبارة عن شروحات. البي أو سي هو عبارة عن امتحان الكتاب اللي صادر من الجمعية نفسها وعبارة عن إمسكيوز فقط. أفضل كتاب بالنسبة لإمسكيوز هو عبارة عن كتاب هار. كتاب هار فيه أسئلة جميلة، يعني أسئلة رائعة جدا، شرحها جميل جدا. كونسايس الواحد يختار منه توبكس، يعني كونسايس الواحد ما يضيع فيه زمنه كله. بالنسبة للمايكروبيولوجي في كونسايس رائع جدا، يعني مثلا أنا عايز أمتحن مايكرو مثلا انترناشونال تكنولوجيز في مايكروبيولوجي مثلا كمثال، فأنا إذا عايز أمتحن نمرة واحد من كاردز حاقرأ جزء بتاع المايكرو، بس جزء بتاع المايكرو من كاردز. نمرة اثنين حاقرأ جزء بتاع المايكرو من مونيكا، مونيكا رائع جدا فيه بيز رائع جدا بالنسبة للمايكرو. نمرة ثلاثة كونسايس، كونسايس جزء المايكرو فيه أروع من رائع خصوصا انتيرو باكتيريس. فانت على حسب المادة اللي ممتحينها ممكن بعد ذاك تعرف ان انت مفروض تدرس من وين. وزي ما بقولوا اهم حاجة بالنسبة للامتحان ما انت تدرس يعني بقدر كبير، لا، اهم حاجة انك تخطط صح. انا عايز امتحن امتحان الفلاني، اعرف انا من وين امتحن ومن وين اقرا. في قناة اليوتيوب، انا عندي قناة في اليوتيوب منزلة فيها اذا ممتحن البورد الامريكي من وين اقرا، كل امتحان أنا ذاكرة بالتفصيل إنه المصدر المناسب بالنسبة للدراسة هو شو. فدي عبارة عن الكتب المختلفة بالنسبة للامتحان. طيب عندي أنا عبارة عن social media support بالنسبة للامتحان الـ ASCP. في الواتساب عندي أكثر من 10 جروبات بتخص امتحان الـ ASCP. في الفيسبوك جروب عندي جروب اسمه ASCP إيمان مجيد، يمكن فيه وزر 15,000. عندي تليجرام شانل، عندي قناة في التليجرام بالنسبة للامتحان الـ ASCP يمكن فيها زي 5,000. وعندي قناة اليوتيوب، قناة اليوتيوب دي القناة الأساسية لأنه معظم الفيديوهات بتاعة الـ ASCP هي موجودة في قناة التليجرام، في قناة اليوتيوب سوري. فدي الواحد ممكن يستفيد منهم خصوصا قناة اليوتيوب. إذا أنت عايز يعني من البداية تفهم حاجات كثيرة قناة اليوتيوب أنا ذاكرة فيها يعني البوينت المهمة جدا. فإذا أي واحد عايز يمتحن ممكن يرجع في أي زمن وأنا أدي والرفنس المناسب بإذن الله. طيب إذا أنا عايز امتحن ASCP كمان في مواقع الواحد ممكن يرجع لها وتفيد. الموقع الأول نحن كلنا عارفين اللي هو لابسي. لابسي هو عبارة عن بس هنا في سي ما فيش، لابسي
عبارة عن Lab Continuous Education. Lab C هو عبارة عن موقع فيه خدمات كثيرة جدا، من ضمنها اللي هو Exam Simulator. Simulator يعني محاكاة، هو عبارة عن امتحان بيحاكي امتحان البورد الأمريكي، امتحان الـ ASCP الـ MLT أو الـ MLS Exam Simulator $95. تمام، وحاليا مع الكورونا عاملينها تقريبا $75. فأنا بنصح أي واحد عايز يمتحن امتحان الـ ASCP لازم يشترك في لابسي، لازم لازم لازم، لأنه امتحان لابسي ممكن يغطي لك 70% أو 65% من التخصص اللي انت عايز تمتحن. لابسي بينفعك في امتحان التكنيشن، بينفع في امتحان الجنرال اللي هو الساينتست، في امتحان التكنولوجيست، في امتحان السبيشاليست ممكن يفيدك، لكن ما بالقدر الفل، لأن امتحان السبيشاليست هو أعمق من الأسئلة اللي موجودة في لابسي. في امتحان اسمه ووردبريس أو labscientist.com، برضو كمان فيه topics جميلة جدا ممكن تفيد الواحد. أما موقع مومتريكس وكويزلت دي عبارة عن مواقع مجانية فيها عبارة عن أسئلة بتاعت MCQs نفس اللي في لابسي، تمام، فالواحد ممكن يدخل عليها ويمارس فيها. لابسي فيه حاجة اسمها exam game، يعني دي فري، انت إذا دخلت موقع لابسي ممكن تدخل على الجيم دي، هو عبارة عن كأنها لعبة بتبدأ الإكزام بنوع التخصص اللي انت عايزه، هل عايزه جنرال ولا عايزه هيستو. ممكن انا اختار جنرال. جنرال عبارة عن أسئلة ونفس الشيء بسكروز بتجاوب فيها، كل سؤال عنده سكور محدد، عندك فرصة بتاعت 5 مرات انك تخطئ، اذا اخطأت 5 مرات خلاص هيقول لك جيم اوفر، هديك السكور بتاعك النهائي، وانت كل مرة هتشوف مثلا السؤال الاول السكور بتاعه كان 10، السكور الثاني السؤال بتاعه 2، السكور السؤال الثالث، وعشان نجي هنجي للسكور بتاع الأسئلة دي عبارة عن شو، هنجيبها شوية إن شاء الله. طيب أنا حجزت للامتحان، تمام، سجلت دفعت القروش ودرست وسافرت البلد اللي أنا عايز امتحن فيها وجهزت، وجا يوم الامتحان نفسه، ففي يوم الامتحان بتاع الـ ASCPI في حاجات محددة أنا مفروض أعملها. أول حاجة قال لك you will need to bring a valid government ID. أهم حاجة عشان أنت تمشي للمركز لازم تشيل معك إثبات شخصية، لازم إثبات شخصية، ممكن يكون بطاقة، ممكن يكون هوية، ممكن يكون رقم وطني، ممكن يكون بطاقة قومية، ممكن يكون رخصة سواقة، المهم أي إثبات يثبت إنه ده أنت، تمام. وقال لك أهم حاجة يكون فيه photo and signature. نحن زمان قبل ما الجواز بتاعي بالإلكتروني كان الجواز الأخضر، كان الجواز الأخضر ما فيه توقيع، فحكيت السيجنيتشر دي كانوا بيتغاضوا منها إلى حد ما، تمام. نحن امتحنا في 2014 أنا كان بجواز أخضر عادي، فمن السيجنيتشر يتغاضوا. أهم حاجة لازم يكون فيها صورة، وحاليا بيجوا بيتشددوا لازم أنت تجيب معك 2 government ID، والتو لازم يكون فيهم صورة وفيهم توقيع، ده حاليا، لكن إذا شلت لهم واحدة، إذا شلت لهم جواز إلكتروني فيه صورة وتوقيع عادي الموضوع ما خطر. أهم حاجة بالنسبة للآي دي بتاعتك اللي بتاخدها إنه الاسم الأول والاسم الأخير يكون هو نفسه الاسم اللي أنت مسجل به في الموقع بتاع بيارسنفور. يعني إذا أنا اسمي إيمان عبد المجيد يوسف، سجلت الامتحان الـ ACP بإيمان يوسف، تمام؟ لازم الورقة اللي أنا بشيلها يكون فيها اسم إيمان ويكون فيها اسم يوسف، ما إلا يكون إيمان يوسف وراء بعض، لا، ما إيمان عبد المجيد يوسف في النهاية إيمان موجودة يوسف موجودة. أهم حاجة إذا الاسم في الورق في الإثبات اللي جبته ما نفس الاسم في الموقع بتاع الامتحان ما بتمتحن، فدي حاجة مهمة جدا. أهم حاجة قال لك you must report to the test center 3 minutes period to check the exam time. أهم حاجة تيجي قبل 30 دقيقة، إذا جيت قبل ربع ساعة مرات بيحرموا من الامتحان، لأنه في حاجة اسمها registration process، طريقة التسجيل ذاتها طريقة شوية لحد ما طويلة، بصمة وبصمة وجه وبصمة أصبع، فالبروسيس طويلة، فإذا أنت جيت يعني قبل ربع ساعة يمكن يعملوا لك قصة، فالأفضل إنه الواحد يمشي الموقع قبل 30 دقيقة من الامتحان. قال لك أبل تشيك إن بيارسون فو وي ويل كولكت يور سيجنتشر، بياخذوا منك التوقيع حقك، فوتوغرافيك إيمج بيصوروك وبياخذوا الفينجر برينت اللي هي البصمة، تمام. قول أنت مشيت اليوم بتاع الامتحان وعملت كل الحاجات بتاعت التصوير دي وعملت التسجيل وكده وقعدت، تمام، يمكن الامتحان لو بدأ بعد نص ساعة بدأ بعد ربع ساعة، قبل ما تدخل الامتحان على طول يعني قبل نص دقيقة العملية دي تاني بيعملوها، تاني بيصوروك وتاني بيشيلوا منك التوقيع وتاني بيشيلوا منك البصمة.
يعني حتى لو جيت للمركز وعملتها قبل ما تدخل قاعة الامتحان مباشرة لازم يعمل الحاجة دي كلها. انت دخلت القاعة بتاعت الامتحان وقعدت والامتحان بدأ. اذا مثلا في نص الامتحان يعني اكرمكم الله اذا واحد عايز يمشي التويلت مثلا تمام ممكن يمشي بس الزمن محسوب عليك. اذا مشيت قبل ما تيجي داخل تاني حيعمل لك نفس القصة، حياخذ منك توقيعك، حيصوروك، يعني الفهم انه شنو لازم في كل مرة يتأكد انه ده انت نفسه تمام. طيب حنجي حاليا لامتحان الاي اس سي بي اي نفسه. انا خلصت كل الاجراءات وحاليا قاعده في قدام الكمبيوتر قاعده في مركز الامتحان. امتحان الاي اس سي بي اي هو عباره عن كمبيوتر ادابتيف تيست. يعني شنو كمبيوتر ادابتيف تيست؟ قال لك this means that an examinee's score on the exam is not influenced by the score of other examinee. يعني شنو؟ زمان لما كنا في الجامعه لما كان يدونا امتحان مثلا ما إذا كان الناس كلها اشتغلت كعب بيقوموا بيقلل الباسنج سكور صح؟ إذا معظم الناس اشتغلت فل والناس ما شاء الله ناجحة بيزيدوا السكور ده زمان مثلا. لكن قالوا امتحان الـ SCP لا، السكور بتاعك أبدا ما بيتأثر بالغير. الغير جابوا يعني سكور عالي جابوا سكور نازل ما حيتأثر تمام؟ قال لك مع الكمبيوتر أدابتيف تيست when person answer question correctly. طيب الفهم بالنسبة لامتحان الـ ASCPI كالآتي، إذا أنا قعدت قدام الكمبيوتر الأسئلة بتبدأ من السهل للصعب. الصعوبة بتاعت الأسئلة بتتدرج من 1 لحد 9 دي الصعوبة تمام difficulty of question. إذا جاني سؤال مثلا سهل مثلا السكور بتاعه 2 هيقول لي والله العظيم مثلا الكربوهيدرات one of these is carbohydrate، هيقول لي sugar، هيقول لي fat، كوليسترول، يعني ده سؤال لو جاء طفل بيعرفه ممكن يديه 2 تمام. كل ما السؤال زاد صعوبته كل ما زاد السكور بتاعه. يعني اذا كان جاء سؤال شويه صعب ممكن يديه له سكور مثلا 4. الاسئله الصعبه خالص بديها سكور 8 و9. مثلا اسئله البانل بالنسبه لناس البلد بانك، اسئله البانل في الامتحان من اصعب الاسئله في الامتحان، ممكن البانل يديها 9 اعلى سكور تمام. فقال لك بالنسبه للكمبيوتر اداف تيست وين بيرسون انسر كويستشن كوركتلي، يعني دخلت السؤال نمره 1 وانا جاوبته صح تمام. ذا نيكست تيست كويستشن هاز سلايتلي هاير ليفل اوف ديفيكولتي، السؤال اللي بيجي بعديه اوتوماتيكلي بيكون اصعب شويه، هيديني مثلا سؤال مثلا ديفيكولتي 4 مثلا، انا جاوبت السؤال ده صح جاوبته صح على طول حيمشي لي لمستوى اعلى مثلا 6 تمام، جاوبته صح حيمشي لي 9 مثلا. إذا مثلاً السؤال الرابع أنا جاوبته خطأ حيقوم نظامه عايز يمهد، حيقوم يقلل الصعوبة شوية وينزل لك لمستوى شوية. فالامتحان ده 100% بيعتمد على مدى معرفتك أنت فقط، علشان كده إنه الواحد ما بيتأثر بالسكور بتاع الناس الثانية. علشان كده قال لك the difficulty level of the question presented to the examinee continue to increase، هي بتستمر في إنها ماشية زايدة until question is answered incorrectly، لحد ما الواحد يجاوب إجابة خطأ. Then slightly easier question is presented. بعد كده حيجي سؤال شوية ألطف إلى حد ما أو أسهل للممتحن. In this way, the test is tolerated to the individual ability level. على حسب مدى فهمك أنت وعلى حسب دراستك الامتحان بيكون يعني بالضبط هو عامل كيف. Therefore, the examinee must answer enough difficult questions. ودي أهم نقطة الواحد يعرفها بالنسبة لامتحان الـ SCP. To achieve score above pass point. يعني علشان أنا أنجح في امتحان الـ ASCPI لازم أجاوب على قدر مناسب من الأسئلة الصعبة. ليه؟ لأنه الأسئلة الصعبة هي اللي بترفع السكور. امتحان الـ ASCPI فيه مثلاً 100 سؤال تمام؟ أنا من 100 سؤال دين مثلاً جاوبته مثلاً 30 سؤال صعب مثلاً 30 سؤال من السكور 8 أو 30 سؤال من السكور 9 أنا جاوبتهم صح، ده بيكون أفضل إذا واحد حل 70 سؤال من سكور 3. فهمتوا الفكرة؟ إنه عشان أنا أنجح في الامتحان لازم أحل عدد من الأسئلة الصعبة علشان كده هو بيرفع السكور بتاعي. طيب قال لك the examination طيب الامتحان نفسه قال لك the examination exception بالنسبة للفيلوباتومي اوكي قال لك هما 2:30
الامتحان مدته ساعتين ونص، كل واحد فيه كان فيه 100 سؤال. اوكي الاثنين ديل الاول فيه ساعتين وثمانية، فيه ساعتين بس وفيه 80 سؤال، والثاني ساعتين ونص بس 90 سؤال. طيب انا دخلت الامتحان حليت الاسئله 100 بصعوبتها وبسهولتها الحمد لله وخلصتها. قبل يعني حاليا بس في كلمه سبميت في الشاشه، انا اذا خلصت الاسئله وما عندي اي حاجه في حاجه اسمها سبميت في الشاشه. تمام. طيب في حاجه في الامتحان انا عايزه انبه عليها للناس الممتحنين، هي كانت سبب اساسي في انه الناس ترسب، يعني ما كل الناس كانوا عارفين النقطه دي. في الامتحان في حاجه اسمها فلاج او العلم، الفلاج ده عباره عن علم. اذا مثلا الامتحان فيه 100 سؤال، انا عندي فيه سؤالين ما عرفتهم ابدا، ما عرفتهم، السؤال رقم 12 والسؤال رقم 20، انا ما عرفتهم. فالسؤال اذا عملت نيكست، اذا عملت نيكست ومشيت للسؤال اللي بعديه، على اي حال ما بتقدر تغير الاجابه. الاجابه فعليا في الكمبيوتر بتتغير، اذا جيت راجع بتتغير، لكن الناس الـ ASCPI ما بيحسبوها. اذا عندك سؤال عايز ترجع تغير اجابته لازم تضغط على العلم الفلاج. العلم هو بيكون لونه ابيض او رمادي، اذا ضغطت عليه بيكون لونه احمر. بيقى لونه احمر خلاص انت حتى لو رجعت للسؤال وغيرت اجابته هم بيحسبوها لك. فبس انا النصيحه اللي عايزه اقولها، اذا مثلا انا عملت فلاج لسؤالين، تمام، خلصت الاسئله قبل ما اعمل سبميت، هرجع للسؤالين اللي عملت لهم فلاج. السؤال رقم 12 كان الاجابه ايه، في النهايه بعد ما فكرت عملت الاجابه بي، ما امشي على طول للسؤال اللي بعديه، لازم علشان احفظ الاجابه اضغط على نيكست. اذا ما ضغطت على نيكست الاجابه ما حتتحفظ لاي سبب من الاسباب. في ناس زملائنا كانوا عاملين ممتحنين الاي سي بي معانا وعاملين كيف فلاج ل 30 سؤال، والمشكله انه ال 30 سؤال لما يعني غيروا الإجابة ما بيضغطوا على نكس، بيمشوا طوال الأسئلة كلها ويجيبوا السؤال اللي بعديه، بيغيروا الإجابة بيمشوا الأسئلة ولا مرة ضغطوا على نكس. فنصحتي أي واحد عامل فلاك في الامتحان يضغط على نكس علشان يحفظ الإجابة بتاعته. Your preliminary test result pass fail will appear on computer screen. إذا أنا ضغطت على submit على طول في نفس اللحظة بيقول لك يا pass يا fail. وباس وفيل بتاعت الامتحان هي عبارة عن كلمة صغيرة جدا، يمكن خط بتاعي 2 أو 3، يعني بتفتش عليها تفتيش سبحان الله علشان تعرف ان انت باس او فيل، بس بتتكتب في نفس اللحظة. You will receive notification of your exam score within 4 business days. النوتيفيكيشن دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ورقة بتجيك من ناس الـ ASCP، والله ان انت الاسكور بتاعك كده، يعني بيدوك الاسكور بالضبط. المينيمم باسنج سكور هو عبارة عن 400، إذا جبت 399 فيل، تمام؟ إذا جبت 400 باس، والفول سكور هو 999. فالسكور بتاخده بعد 4 أيام من الامتحان، أما في نفس لحظة الامتحان أنت بس بتعرف إن أنت باس أو فيل. طيب أنا الحمد لله امتحنت وباس الحمد لله وخدت السكور بعد 4 أيام، مستني أخذ الشهادة بتاعتي. أنا كيف بتحصل على شهادة الـ ASCP؟ في الموقع لما مشيت سجلت وعملت حساب، في البروفايل بتاعك في معلومات كثيرة جدا، من ضمنها السكن اللي انت ساكنه وين، لازم تكتب الدولة، المدينة، الحي بالضبط وين، يعني البريد، رقم البريد بتاعك، كل التفاصيل بتاعت البريد علشان الجماعة دي اللي يرسلوا لك فيها الشهادة. إذا انت ما عندك بريد، ما عندك صندوق بريد وما عندك كده، شوف واحد من أهلك، قريبك، قريبتك عنده بريد في الشغل، عادي ممكن ترسل الشهادة للمحل اللي انت بتكتب عنوان، هم بيرسلوا الشهادة، تمام؟ والموضوع ده free of charge، ما عندك قروش فيها، لأنه أرضي هم أخذوا قروش قبل مع الامتحان. فالمحل اللي انت بتكتب فيه العنوان بتاعك بتصل فيه والشهادة. طيب you will receive your WOT certificate approximately 6 to 8 weeks after your examination day. من 6 إلى 8 أسابيع من الامتحان أنت بتستلم الشهادة الحقيقية بتاعتك. This certificate is valid for 3 years. الشهادة هي valid لمدة 3 سنين من الامتحان، من الديت بتاعك. يعني أنا امتحنت 2014 لحد 2017 بقت expired، جددتها 2017 لحد 2020 بقت expired. حاليا شهري 2020 شهر 9 اللي فات جددتها، تاني 2022 تاني حجددها. فالشهادة بتاعت الـ ASCP هي valid بس مدة 3 سنين، تمام؟ كل 3 سنين لازم تجدد شهادة الـ ASCP بتاعتك. طيب حالياً نجي مرحلة التجديد، الحمد لله أنا أخذت السيرتيفيكيشن وخلصتها وخلصت بقت expired. أهم نصيحة للناس علشان شهادة
التجديد إنه تجدد الشهادة قبل ما تكون إكسبير. يعني إذا الإكسبير بتاعك يوم 10/2/2020 أنت قبل يوم 10، يعني حتى لو يوم 9 ما مشكلة، اللهم إنه العملية بتاعت التجديد في موقع الـ ASCP تدفع القروش وتعمل الابليكيشن سبميت الابليكيشن قبليه حتى لو بيوم. ليه؟ لأنهم هيغرموك $95، تمام؟ التجديد نفسه قيمته كم؟ $95. وإذا فات الموعد بتاع التجديد حتدفع $95 إضافية كغرامة. وحاليا أنا شهر 9 اللي فات سبحان الله جددتها بعد أسبوع من الإكسبير بتاعها، القروش بقت $125، ما بقت 95. زمان كانت $95، حاليا قروش الغرامة $125. فالواحد علشان يتجنب إنه يدفع قروش زيادة، وكده كده انت الكلام ده عامله عامله، فالواحد أفضل يعمله قبل ما الموعد بتاع الشهادة إنه يخلص. طيب، to maintain valid certification, completion of the credential maintenance program is required every 3 years. البرنامج بتاع تجديد الشهادة اسمه CMP اللي هو credential maintenance program، تمام؟ نحن بنحتاج كم عدد ساعة؟ 36 ساعة، 36 continuous medical education hour. يعني شهادة بتاع التدريب في أي مكان، والله عندي شهادة تدريب في ميلاريا، عندي شهادة تدريب في quality control، عندي شهادة تدريب في كده ورشة تدريبية، كورس تدريبي، حتى أونلاين، من أي مكان، اللهم تجيب عدد كم؟ 36 ساعة، تمام؟ بال 36 ساعة هم بجدد لك الشهادة بتاعتك. The designation CM is superscript is required after your certification credential to indicate your certification is under credential program maintenance. علشان نحن يكون الـ AC بتاعنا valid، تمام، ونحن يعني نكون مستمر إنه نحن عاملين لنا certification، لازم نلتزم بإنه جدد الـ ASCP. إذا الـ ASCP بتاعك خلص وإنت ما جددته، ممكن تفقد certification، ممكن تفقيدها، ممكن يشيلوها منك المسمى. فأنا بنصح كل واحد، يعني إنت تعبت ودرست وامتحنت وأخذت الشهادة، كل 3 سنين الواحد يجدد الشهادة بتاعته. فكمان في الموقع هندخل هنشوف إنه الواحد كيف ممكن يقدم بالنسبة للتجديد بتاع الـ ASCP، هنشوفه مع بعض أونلاين بإذن الله. فحاليا دي معظم المعلومات يعني اللي أنا حبيت أشارككم معاها، إن شاء الله أكون غطيت يعني كل الطبق. وقبل ما نمشي بالنسبة للشغل اللي هو أونلاين أو الموقع، ممكن نشوف إذا في أسئلة ممكن نرد عليها حاليا قبل ما نمشي هنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. والله ما شاء الله تبارك الله، يعني مدربة حق وحقيقة، يعني أفدتي وأجدتي كل الأشياء اللي بتخطر على الواحد، يعني بأمانة، وحتى فيها مهارات بتاعت سكيلز يعني مهمة جدا بالنسبة لأي ممتحن، يعني بالنسبة للبورد الأمريكي. حقيقة عندي سؤال مهم جدا في مسألة التخصصية، يعني مثلا إيمان، أنا شعرت من استقرائك للمحاضرة إنك مايكروبيولوجي من البيزي. لا أنا كيمستري، بس المايكرو بضربها أنا كيمستري، أنا بس عشان ضربت إنسان افتكرت. يعني مثلا هل أنا مثلا ميديكال مايكروبيولوجي ممكن مثلا أغير أمتحن في البلوت بانك، أو أمتحن في سبيشاليست مختلف عن التخصص حقي الأساس؟ أن أنا جراديويتد فروم واحد. الحاجة الثانية برضو زي ما عارفة عندنا المشاكل بتاعت الأشياء دي كلها، طبعا عبارة عن وسائل الإنسان محتاج فيها لعملية بيمنت، وعندنا مشكلة بتاعت الفيزا كار برضو، يعني توضيحك للحكة زي دي حلولة كيف. الأمر الثالث الحصول على الكتب itself، يعني أنا أتذكر مرة حصلت على بعض نادر الكتب. دقيقة عشان أنا أكتب الأسئلة عشان أرد عليها الأولى، إنه تغيير التخصص صح؟ أيوة. والثالثة الكتب. مال الكتب؟ أي السورس، يعني السورس معظمها مثلا أيوة من الأشياء المهمة. والأمر الثالث بعد أشرت لعملية السانكشن اللي هي المنع بتاع حظر السودان، هل في جهات ممكن تكون في السودان تصل؟ طبعا اكيد اي عندهم كريتيريا معينه، عشان مثلا حتى للسودان زالوا من الارقام،
مفترض في المعايير المفروض تتوفر في أي مؤسسة يعني لدولة معينة عشان يسمحوا لها بأنه تتبنى موضوع الامتحان بتاع البورد المعني. شكرا جزيلا. طيب تمام. طيب أول حاجة شكرا على الأسئلة لأنها صراحة أسئلة قيمة جدا. السؤال الأول بالنسبة للتغيير التخصص. السؤال أخير يا اتفضل طوال. التجديد تقريبا إذا فهمت صحيح التجديد بتاع أي سيرتيفيكيت I do not need again exam يعني أولي أيوة بس تجديد يعني ما أحتاج ما أحتاج أمتحن تاني. ده السؤال برضو بعدك نتيح الفرصة للآخرين إن شاء الله. أوكي. طيب السؤال الأول تغيير التخصص. أنا تخصصي كيمستري، عندي بكالوريوس مختبرات طبية كيمستري وعندي ماجستير كيمستري، لكن ما يتوفقت في مثلا إني أشتغل في الكيمستري، فعندي خبرة في الهيماتولوجي مثلا كمثال. تمام. هل أنا ممكن أمتحن ASCPI هيماتولوجي؟ بالنسبة للروت المختلفة لامتحان ASCPI، معظم الروت هي طالبة باكالور ديجري ان ميديكال لابوراتوري ساينس، وبما ان انت تخصصك هو بيندرج تحت الميديكال لابوراتوري ساينس فانت معناها الحمد لله الخيار الاول اوكي. بنجي للخيار الثاني، في روتس بتطلب تريننج اللي هي شهاده تدريب، في روتس بتطلب شهاده خبره. اذا انت عندك شهاده بتاعت مختبرات طبيه حتى لو متخصص كيمستري، عندك شهاده خبره من مركز مستوصف معمل بهيماتولوجي، ممكن تمتحن هيماتولوجي. في النهاية الحاجة دي بتعتمد على أفضلياتك أنت، ما هو الروتس ده عبارة عن الشروط، أنت الشروط دي مكمل الشروط خلاص you are eligible. تمام؟ فممكن إذا أنا تخصصي مثلاً كيمستري ممكن أمتحن هيماتولوجي، تمام؟ إذا تخصصي هيماتولوجي ممكن أمتحن مايكروبيولوجي، إذا استوفيت الشروط بتاعت الروتس. إن شاء الله كده الصورة والإجابة تكون واضحة. واضحة واضحة. تمام. بالنسبة للدفع البايمنت، نحن عارفين إنه الدفع بتاع كل الامتحانات دي عبارة عن أونلاين بكريديت كارد، يكون عندك فيزا كارد، يكون عندك ماستر كارد وكذا. وحاليا للأسف نحن في السودان ما عندنا الحاجة دي، فالحاجة اللي بيعملوها حاليا معظم الناس بيشوفوا قريب، بيشوفوا صاحب، يشوفوا ودعمه، يشوفوا أي حد عنده كريديت كارد يدفع عليهم من الكريديت كارد وبطريقة ما يدوه القروش. فدي الحاجة حاليا ماشي، يعني لانه حاليا غير الكريدت كارد ما بتتقبل اي قروش على اي حال الا اونلاين بالكريدت كارد. فدي حاجه ثانيه. بالنسبه للكتب، بالنسبه للكتب جامعه افريقيا العالميه مصادة مباشره في مكتبات افريقيا العالميه فاتحه اتجاه الشمال الجغرافي، اتجاه الجنوب الجغرافي في مكتبات فاتحه، من ضمنهم يمكن المكتبه الرابعه والخامسه مكتبه اسمها مكتبه ابن عباس. مكتبه ابن عباس دي أنا مخلية فيها كل كتب البورد الأمريكي هارد كوبي، تمام؟ مخلية فيها كارد سكسس كونسايس بي أو سي هار أبروتش، كل الكتب أنا مخليها هارد كوبي في مكتبة ابن عباس. فإذا أي واحد في أي لحظة عايز الكتاب هارد كوبي، أنا بتكلم بس عن الهارد كوبي. ليه؟ لأنه هو الصراحة يعني بيصور للناس بأسعار أنا مرات بحس إنه بظلم وإنه ما بيربح فيها حتى، أسعاره رائعة جدا، تمام؟ أما إذا الكتب في واحد عايز السوفت كوبي، الكتب متوفرة في كل مكان. نمرة واحد في القناة بتاعت التليجرام اللي أنا عاملاها منزلة فيها كل الكتب بتاعت البورد الأمريكي كلها، فالكتب بالنسبة السوفت كوبي متوفرة وبكثرة كمان. أما إذا هاركم ممكن واحد يحصل عليها كسوفت كوبي وممكن يضع بعدها في مكتبة جي تاور متوفرة الكتب، مكتبة الأكاديمية في جامعة مامون حميدة متوفرة الكتب، ففي كل مكتبة كبيرة الكتب كلها متوفرة. طيب السؤال بتاع السودان والحظر وإذا نحن إن شاء الله لقدام، والله أنا بتمنى وبأمل بإذن الله إنه بإذن الله وضع يصلح وإنه البورد الأمريكي يكون الامتحان متوفر في السودان، وسبحان الله يعني ربنا قال تفاءلوا بالخير تجدوه، وإن شاء الله بنتمنى ذلك. وحتى ممكن لقدام تكون في جهة معينة هي مسؤولة من امتحان الـ ASCPI في السودان، وتكون هي الجهة اللي بتعتمد الأوراق وبتعمل كل الأشياء. فبإذن الله أنا يعني بتمنى وإن شاء الله بيحصل بإذن الله، بس يمكن الموضوع عايز زمن شوية. بالنسبة للتجديد بتاع الـ ASCPI، إذا أنا الشهادة بتاعتي خلصت 3 سنين وجددتها في نفس الفترة ما علي شيء، بجددها بدون ما أمتحن. يعني أنا حاليا مجددة مرتين ولا مرة امتحنتها، وللآن الحمد لله مسمى نفسه، بس تجيب عدد الساعات تدفع القروش بتاعت وتجدد، تمام؟
بيقولوا إذا الواحد فات 5 سنين من المسمى بتاعه، ما 5 أو 10 ما متأكدة، يا 5 أو 10 بس حارجع أتأكد منها، إذا تخطى الفترة دي وما جدد لا سيرتيفيكيشن بيروح منك ومفروض تنتهي من جديد. فدي الأسئلة اللي قلت على إن شاء الله أكون جبتها يا رب العالمين. والله جيتي وأفدتني الحمد لله. أنا عشان طبعا الناس ما شاء الله مقبلين اليوم ومتشوقين، فما داير أحكر الأسئلة علي، أتيح الفرصة لدكتور ياسين لو عنده أسئلة، ثم بعد ذلك نخلي الباب مفتوح للحاضرين لأن في ناس رافعين يدين. يلا أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا حقيقة ما عندي أسئلة، أنا بعدين أنا شايف كمان الحضور كثيرين، يعني ما عايز زي ما يقول زي ما قال دكتور نادر أحكي للحناية. ممكن نحن ناخذ الناس، واذا في طريقه في اسئله في الشات، اذا في طريقه ممكن ايوه يكون افضل، اذا في الشات يكون افضل. كده ممكن تبدي انت بالاسئله بتاعت الشات، وممكن نحن بعد شويه ندي الفرصه للناس يعني تجاوب سؤالين، وبعد ذاك ثاني الناس الرافعين يديهم ديل ممكن بعد ذاك يعني. طيب خلينا نشوف. عندي سؤال، الإرساليات لازم أشحنها ولا عادي عن طريق الإيميل؟ السؤال ده نحن ردينا عليه خلال اللايف، بس يمكن الشخص اللي سأل السؤال ده ما كان موجود. قلنا إنه الشهادة الوكالات اللي بتعمل إيفالويشن ما بتقبل إرساليات من الأفراد أبدا، بتقبل الإرساليات من الجهات الرسمية زي الجامعة. فزمان كانوا بيقبلوا عن طريق الإيميل سوفت كوبي، لكن حاليا كلهم وقفوا عن طريق الإيميل. الواحد بيرسل حاجة اسمها ترانسكريبت، قلنا هي عبارة عن شهادات الجامعية مصورة صورة ملونة، بتختم عليها الجامعة بالختم الأصل، بيخطوها في زرق، بيغلفوها بالشمع الأحمر، بيرسلوها للجهة المعينة بتاعت الإيفاليويشن. طيب ناخد سؤال تاني، بالنسبة للشهادات طبق الأصل، أنا صورت صورة منها غير ملونة لكن ختمتها من نفس الجامعة ختم طبق الأصل، هل تقبل مني؟ أيوة بتقبل، ما ضروري صورة ملونة، حتى إذا كانت الصورة غير ملونة بتقبل، أهم حاجة يكون عليها ختم الجامعة الأصل، يعني ختم الجامعة ما يكون صورة، لا يكون ختم الجامعة الأصل، والأهم إنه يكون يعني في ظرف، الظرف مغلف بالشمع الأحمر وتصل الشركة بالصورة دي، فعادي بتقبل يعني ما ضروري. هل شهادة الخبرة لازم تكون قريبة والانقطاع بيأثر؟ لا ما ذكروا فترة الانقطاع، هم ما جابوا له سيرة أبداً، أهم حاجة ركزوا عليها قالوا acceptable، إنه الفترة بتاع شهادة الخبرة تكون في أي تخصص. معظم شهادات الخبرة اللي ذكروها تكون شاملة الهيماتولوجي، البلد بانك، الكيمستري والمايكروبايولوجي، لكن بالنسبة للانقطاع ما ذكروا حاجة بالنسبة للانقطاع. طيب أنا هيماتولوجي أحسن مراجع شنو؟ ناس الهيماتولوجي عندهم في مرجع اسمه ماكنزي ده تبع تخصص الهيماتولوجي، من الهيماتولوجي هنا. فإذا الواحد هيماتولوجي يشترك في الموقع بتاع اللابسي زي ما قلنا، واللابسي إذا اشتركت في الموقع ب 75 دولار بتقدر تحدد التخصص، تقدر تحدد أنا عايز أمتحن هيماتولوجي، تدخل جوا الهيماتولوجي. في الهيماتولوجي والله أنا عايز أقرأ اللوكيميا، تمام تدخل جوا اللوكيميا، حتى في اللوكيميا عايز أقرأ CLL. ففي الموقع اللي بتشتريه بالقروش بتقدر تحدد التخصص اللي أنت عايز تدرسه، الطبق اللي أنت عايز تدرسه، حتى الصب طبق، يعني بتقدر تحدد أقل حاجة وتقعد تدرس عليها. السلام عليكم، إذا شهادتي غير معادلة أرسلها منو؟ بعدين أرسل إيميل وأطلب العنوان للشهادات مرة ثانية. خلاص ما فهمت السؤال ده، معليش. قيمة المعادلة تكلمنا عنها، قلنا من 550 دولار لحد 200 دولار. طيب هل الكورسات الأونلاين معتمدة؟ أيوة معتمدة، الكورس الأونلاين معتمد على شرط يكون مذكور فيه عدد الساعات، تمام؟ يعني إذا أنت عندك شهادة أخذتها أونلاين في كده وهي بتعادل مثلا 2.5 CME أور، خلاص إذا مذكور فيها عدد الساعات أوكي. في حاجة مهمة جدا بالنسبة لتجديد الـ ASCP، إذا أنا جددت الـ ASCP عن طريق اللابسي، تمام، ناس اللابسي عندهم خدمة فوق اسمها Link اللابسي Account to ASCP Account، فأنا عندي مثلا حساب في اللابسي وجددت وأخذت الشهادات كلها عن طريق اللابسي، فبربط اللابسي الحساب بتاعي مع الأكاونت بتاع الـ ASCP، فإذا الأكاونت مربوط بعدين في الموضوع بتاع الـ Evaluation، لا سوري الموضوع بتاع التجديد ما بيحتاجوا يراجعوا الشهادات، أوتوماتيكلي بيقبلوها. بس جزء من الناس اللي بيجيبوا شهادات من برا، تمام، ممكن يقولوا لهم رسلوا لنا الشهادات سوفت كوبي، نحن عايزين نراجعها، تمام.
فأنا الحمد لله للآن مرتين جددت، بجدد من لابسي وبعمل لينك من لابسي للاي اس سي بي، ولا مرة قالوا لي جيب الشهادة الحمد لله. فالواحد إذا عايز يجدد بشهادة من برا لازم الشهادة الأصل تكون معه، أو على الأقل تكون سوفت كوبي، عشان إذا طلبوها للمراجعة تكون الشهادة موجودة عندهم ويقدمها على طول. ليه أغلب الناس بيفضل الامتحان في أديس؟ في أديس هل بيختلف الامتحان؟ أبدا، الامتحان وين ما امتحنته ما بيفرق، وين كان ما امتحنته ما بيفرق، بس يمكن بيفضلوا أديس لأنها قريبة وإلى حد ما كانت أرخص، وحاليا في ناس بتمشي مصر كمان، بس لكن ما في أي أفضلية بالنسبة للمكان نفسه. طيب إضافة بسيطة في موضوع الدفع، إذا ما عندك قريبك عنده فيزا كارد أو ماستر كارد، حاليا في جهات أعتقد بتدفع لك بالدولار، حتى ممكن تدفع لهم بالسودان بالجنيه السوداني، والله ما عندي فكرة عن الجهات دي، إن شاء الله يا رب العالمين بيسهلوا على الناس بالطريقة. الامتحان بيغني عن امتحانات الهيئة السعودية وبرضو القطري كده. بالنسبة لامتحان الـ ASCP حاليا بيعفي بس من امتحانات الإمارات بس، امتحان الـ DOH اللي هو Department of Health، امتحان أبوظبي والعين، امتحان الـ DAH، الـ DHA اللي هو دبي هيلث أورسيرتي امتحان دبي، والـ MOH اللي هو Minister of Health امتحان الإمارات الشمالية الخمسة، عجمان والشارقة والفجيرة وملقوين ورأس الخيمة. امتحان الـ ASCP بس بيعفي من امتحانات الإمارات فقط، أما امتحانات قطر، امتحانات السعودية، امتحانات عمان، امتحانات الكويت ما بيعفي عنها. وحتى بالنسبة لامتحانات الإمارات عندهم يعني شروط محددة، ممتحن ASCP جنرال بيعفيك من الامتحانات جنرال، ممتحن تخصص تكنولوجيست بيعفيك من تكنولوجيست، ممتحن تخصص سبيشاليست بيعفيك من سبيشاليست، فحتى طريقة الإعفاء عندها شروط محددة. هل التقييم عنده مدة معينة؟ ما أعتقد، يعني أنا عملت تقييم في 2014 تقريبا، استعادة ممكن أقدم بيه، أعتقد إنه التقييم مرة واحدة. ليه؟ لأنه أنت أساسا عملت المؤهل بتاعك مرة واحدة، فبتعادل المؤهل بتاعك بالشهادة الأمريكية، فهو مرة واحدة التقييم. أنا بالسودان ومقيمة بالسعودية، كيف أتأكد إذا جامعتي معتمدة دوليا ومقبولة؟ معظم الجامعات الحاليا في السودان هي معتمدة بنظام امتحان الـ ASCP الحمد لله، يعني الجامعات في السودان أو جامعات عموما في العالم كله تكون يعني عشان نحن نعمل evaluation في فورم مفروض نملأه، فعدد الساعات اللي انت درستها خلال الكلية بتاعتك في الخمس سنين أو الأربع سنين مفروض يكون عدد معين، فمعظم كليات السودان الحمد لله حاليا كلهم مقبولين بالنسبة للامتحان. طيب لو أنا قارية برا السودان وما عندي طريقة أجيب شهادة التوصية إلا أنا أرجع السودان، هسا أعمل شنو؟ ممكن عادي شهادة التوصية أجيبها من برا، إذا أنا مثلا مقيمة في السعودية تمام وشغالة في مستشفى إكس، ممكن شهادة التوصية أجيبها من مدير المعمل في السعودية ما إلا من السودان، يعني شهادة التوصية دي ما إلا الواحد يرجع السودان ويجيبها، المحل اللي أنت فيها، المحل اللي أنت شغال فيها ممكن تجيب لنا شهادة التوصية. هل شهادة التدريب في فترة الجامعة مقبولة؟ اللي هي اسمها تريننج، نحن لما نقول accepted medical laboratory training program نحن قاصدين التدريب فترة الجامعة، أو اللي اسمه service training، لما كنا زمان كلنا درسنا الجامعة طلعنا حاجة اسمها service training، مشينا مستشفيات مشينا مراكز، فالشهادة بتاعت التدريب في الفترة دي هي اللي قاصدينها. يعني سؤال تاني، أنا هجاوب السؤال بسؤال، إذا أنا امتحن الـ ASCPI وما عندي خبرة، ما عندي أبدا شهادة خبرة، هل ممكن امتحن؟ أيوة ممكن امتحن. كيف؟ همشي أجيب من الجامعة شهادة بتاع التدريب، والله أنا خلصت معهم فترة التدريب مدتها كذا كذا ساعة، وأجيب شهادة، هوريكم بعد شوية لما أدخل موقع الـ ASCPI الأوراق دي كلها هوريكم إن شاء الله كيف الواحد يملاها، وعادي ممكن يدخل وتنقبل بإذن الله. فأنا واصل في أسئلة الشات ولا أنا نمشي. شايف ممكن ممكن ناخد أسئلة من المشاركين نفر نفرين كده، يلا ممكن. في واحد محمد أب، ما عارف اسمه أب منه، ممكن نديه الفرصة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. يا دكتورة كيف حالك؟ الله طيب يا أخي. الله يسلمك. الله يكرمك يا دكتورة، والله بجد يعني أنا ممكن من أنا طبعاً لاب تكنولوجيست من 2017 بتابع في مقاطعك تحت الفيديو، وأنا أكتر زول متحمس لأنه امتحن البورد الأمريكي، والسبب يعني والفضل يعود لك أنت يا دكتورة. الله يبارك فيك. لحد الآن ربنا ما وفقنا، لكن إن شاء الله بإذن الله ضربة البداية يكون إنه يكون في بوبولر، يعني يكون في ثقافة عامة للسودانيين إنه يأخذوا البورد الأمريكي لسبب واحد. طبعا حاوريك السبب بعد ذلك أسألك السؤال.
أبشر. السبب اللي خلاني انه اتحمس البورد الامريكي لانه اشتغلت فتره كده في الخليج بالتحديد في البحرين، فلقيت انه معظم الاسيويين شرق اسيا اللي هم الفلبينيين والهنود بتكون بالنسبه لهم الجلف اريا از ستيشن، بعدك بيمشوا بيمتحنوا البورد بيمشوا امريكا واوروبا. بل بالعكس كمان لقيت انه البورد الامريكي معتمد في كندا، معتمد في انجلترا، معتمد في دول كبيره يعني. فلقيت روحي انه كيف السودانيين في اللحظه دي كانوا اكثر من 100 الف سوداني ماستر هولدر، بي اتش دي هولدر، ام اس سي، بي اس، كلهم متمكنين لكن ما عارفين ذا واي تو تيك الاكزام تو تيك اللايسنس اند ورك اون ذيس اريا. يعني اكثر دول بتدي ايرن بير هاور يعني. فالسودانيين مظلومين في الحته دي، وان شاء الله ربنا يعينك عشان تنشر الثقافه دي في كافة السودانيين، بالنسبة للسودان في كافة البلدان سواء كان داخل السودان أو خارج السودان. السؤال الثاني، أنا لو داير أعمل evaluation أنا عندي ماستر، عندي بكالوريوس، فلو عملت evaluation for two certificate فهل ممكن أقدر أتم المعادلة دي أو معدل الشهادة دي ليهم الاثنين on the same time ب $150؟ لا معليش عيد السؤال، اذا انت عملت ايفالويشن للشهادتين انا عندي تو سيرتيفيكيت، عندي تو سيرتيفيكيت دار اعمل لهم الاثنين ايفالويشن، عملت ايفالويشن للبكالوريوس عملت ايفالويشن للماجستير وبعدين اون ذا سيم تايم، اون ذا سيم تايم وان ستيب باي $150 ممكن ولا اي واحده براها؟ لا لا ممكن ممكن في شهاده واحده تعمل بكالوريوس وتعمل ماجستير وتعمل دكتوره. ما التقييم شنو؟ التقييم على شهادتك، التقييم لدرجتك العلميه، هم بيقيموا درجتك العلميه، ده التقييم، بيعادلوا الدرجه العلميه اللي انت حاصل عليها بغض النظر عن الدرجه العلميه هي شنو بالشهاده الامريكيه. فاذا كان درجتك العلميه مثلا دكتوره، البكالوريوس والماجستير والدكتوره حيكونوا داخلين في الشهاده. اوكي تمام، خاشين في المعادله. طيب السؤال الثاني، لا 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 اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن امتحن تو ايتم اللي هو ام ال اس وهيم سبيشاليست، يعني مثلا هيماتولوجي سبيشاليست، وفي نفس الوقت امتحن جنرال وذ سيم ايفالويشن، الاثنين اقدم بهم بيكون في مشكله ولا ابدا؟ يعني انا مثلا عملت ايفالويشن للماجستير وعملت ايفالويشن للبكالوريوس، مثلا للبكالوريوس مثلا قدمت جنرال وللماجستير والله فجأة كده هفت لي زي ما بقول عايز امتحن مثلا تكنولوجيست هيماتولوجي، يوم مثلا 30/1/2021 موعد امتحان الجنرال، تمام، يوم 12/2 مثلا امتحان التكنولوجيست في الهيماتولوجي، عادي جدا. بس اهم حاجة انه الامتحانين ما يكونوا في نفس الزمن، بس دي الفكرة. اما اذا عايز تاخذ مسميين مختلفين عادي. طيب تمام. السؤال الأخير والأهم يا دكتورة بالنسبة لي وبالنسبة لكل السودانيين، طبعا في مراكز بتاع التدريس للبورد الأمريكي، ونحن كلنا عارفين أنه تقريبا في مركز أو مركزين، تقريبا مركز واحد. طيب الثقافة بتاعت بتاعة to take the license of POC أو SBI والناس تمشي، يعني يكون الموارد البشرية المهولة اللي عندنا دي تمشي برا وتجيب عملة صعبة للسودان زي ما هو حاصل في دول كثير، إن الموارد البشرية رفعت دول زي الفلبين والهند وغيرها يعني. فنحن دارين إنه الثقافة تحت البورد الأمريكي to take a license تنتشر، بس المشكلة بقت في إنه الإيفالويشن والأدميشن، وإنت الحمد لله لعبة دور كبير جدا، حجر كورنر يعني هيد كورنر، إنه تبسط الموضوع للسودانيين عشان ما يبقوا محل بتاع استغلال لناس عندهم معرفة لتقديم البورد الأمريكي، تقديم طريقة تقديم البورد الأمريكي. طيب اما بالنسبه للمراكز تحت الكراش كورسز، فانا شايف انه يعني في اساتذه كويسين يعني عندهم امكانيات انه يعني يقدروا يشرحوا طريقه طريقه وضع الامتحان او طريقه حل الامتحان. طيب لانه نحن في السودان هنا على حسب علمي وفتره دراسي انه scientifically concerned more than professional one، يعني الناس يكونوا عارفين من ناحية بتاعة علم، حتى نحن خريجين علوم مختبرات طبية، لكن البروفيشنسي بالنسبة لنا غايبة شوية، سواء كان لقلة المشين، سواء كان لقلة إمكانياتنا في المعامل على مستوى الجامعي أو الأبر جرادويت أو غيره. فنحن دايرين
تكون في صراحة انتشار للمراكز، ما تكون محتكرة لمركز أو مركزين. وإنتي ممكن تقدمي طروحات، والناس ما تستغل برضو الفرصة إنه الناس محتاجين لأنه يفهموا كيف يحلوا الامتحانات أو طريقة التدريس وكذا، ما يكون محل استغلال بالنسبة لأصحاب المراكز. فدي ما بتجي إلا بالكومبيتيشن، إنه يكون في 3-4-5 مراكز الأولوية للدكاترة يضعوا الأسعار، لأنهم هم محل التقدير، هم اللي بيشرحوا وهم أصحاب يعني زي ما بقول أصحاب الرأي في الموضوع ده. فأنا شايف إن أنت ممكن تدعم مراكز دي، في نفس الوقت تزيد الثقافة، هي بيزيد الثقافة لناس كتار ما قادرين يصلوا ولا قادرين يعرفهم إمام مجيد ولا قنوات ولا حاجات زي. فدي آخر سؤال بالنسبة لي. طيب بالنسبة لسؤالك الأخير دي أو تعليقك الأخير، أول حاجة أنا أقول ثلاثة يمكن أو أربعة نقاط فيه. الحاجة الأولى، إذا أنا عايز امتحن أي امتحان من امتحانات البورد الأمريكي، هل مفروض أدخل كورس؟ ده سؤال الناس معظمهم بيسألوهم. نحن لو امتحنا 2014 كان شوية ثقافة البورد الأمريكي، كان شوية ناس اللي امتحنوا يمكن بالعدد، تمام؟ وما كان في ناس قبلينا يعني عددهم كبير على أساس إنه ينقلين خبرة الخبرة. نحن عشان لما جينا نمتحن كتاب كارد عشان نتحصل عليه، ما تحصلنا عليه إلا قبل أسبوعين بس من الامتحان. امتحنت أنا ومعي أربعة من صحباتي الله يدينا العافية، قبل أسبوعين فقط تحصلنا على كتاب كارد. ليه؟ علشان ما لقينا الدعم الكافي، تمام؟ بس حاليا الحمد لله رب العالمين الدنيا بخيرة، والناس اللي أخذت البورد الأمريكي في السودان الحمد لله كثيرين جدا، وممكن يساعدوا يعني زملاؤهم اللي عايزين يمتحنوا، يعني حتى ولا بيزنس ممكن لوجه الله تعالى تتم المساعدة. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي عايزة أقولها، إنه علشان الواحد يقدم للامتحان ممكن يعني حاليا لو دخل الفيسبوك، لو دخل الواتساب، لو دخل قناة اليوتيوب، يعني المعرفة بيجت ما محتاجة إنك تبذل مجهود أو تدفع قروش، تمام؟ إلا إذا أنت ما في ناس ما عندهم زمن وما فاضين وقروشهم قاعدة ودايرين يريحوا نفسهم، تمام؟ بالنسبة للمراكز، المراكز اللي بتقدم يعني الامتحان، إذا الواحد راضي بنفسه وعايز يمشي يدفع قروش عشان يريح دماغه زي ما بقول يشتري دماغه، دي بعد حاجة وفي ترجع له في النهاية. أما الناس اللي جادين وعايزين يعرفوا بالنسبة للامتحان ما عارفين كيف يقدموا، يعني أنا سبحان الله لما بديت في البرنامج بتاع دعم زملائي وكده يمكن من 2012 بالضبط، يعني بداية الماجستير، أنا لما بديت الماجستير 2012 من البداية أنا بديت في البرنامج ده، من 2012 لحد اللحظة أنا أي حد يجي يطلب مني مساعدة على طول يعني جاهزة جدا. وحاليا هقول للقدام الجميع إنه أنا أي حاجة تدعم زملائي لوجه الله أنا جاهزة لها بإذن الله. ما موضوع بيزنس، موضوع مساعدة إنه نسهل عليهم إنه كيف يقدموا الامتحان، الإجراءات، الأوراق المطلوبة. عندي جروب بتاع الفيسبوك، أي واحد في الفيسبوك يدخل مرحب بيه والحباب، وأي واحد يسأل في أي لحظة مرحب بيه وإن شاء الله يستفيدوا بإذن الله. طيب شكرا جزيلا. نحن نقوم ناخذ من دكتورة رحاب. بلايت يا جماعة، بلايت الناس تكون مختصرة يعني عشان الزمن يعني. تفضلي. السلام عليكم، كيفك دكتورة؟ شكرا الله يعطيك العافية، ما قصرتي. معلومات جدا قيمة. دكتورة، بالنسبة أنا وعندي درجة بكالوريوس مختبرات طبية، تمام؟ عندي درجة الماستر في المولكيولر بيولوجي، فأقدر أقدم على المولكيولر بيولوجي من درجة التكنولوجيست في الرول تكنولوجيست. عندك شهادة مختبرات طبية بكالوريوس، عندك يس. شهادة خبرة في المولكيولر بيولوجي، كم مدة شهادة الخبرة؟ ثلاثة شهور. طيب نحن حاليا خليكي معنا في اللايف، حندخل مع بعض موقع الـ ASCPI وحاوري الناس إنه كيف يجيب الروتس. حندخل على موقع المولكيولر بيولوجي تكنولوجيست اللي هو International Technologist in Molecular Biology، حنجيب الروتس بتاعته، حنشوف إذا الواحد عنده بكالوريوس في المختبرات الطبية وعنده شهادة ثلاثة شهور هل بيكون illegal ولا لا. فخليكي معنا إن شاء الله. تمام. طب دكتورة سؤال آخر لو سمحتي. هل الاختبار إذا كان درجة بكالوريوس أو ماستر يكون نفس الأقسام ونفس طريقة الأسئلة ولا تختلف من درجة لدرجة؟ سؤال رائع بجد، أنا بشكر على السؤال، سؤال رائع جدا، دي نقطة أنا ما قلتها. الامتحان إذا كان مثلا تكنيشن أو ساينتيست أو تكنولوجيست أو سبيشاليست، كل ما الامتحان زادت الدرجة بتاعته كل ما زادت الصعوبة بتاعت الأسئلة. الأسئلة 100 100، الأسئلة كلها 100،
تمام؟ يعني واحد عدد الأسئلة واحد. لما نمشي حاليا موقع الـ ASCPI في حاجة اسمها exam content، في حاجة اسمها يعني اللي استضمة فيها الـ exam content. مثلا أنا وامتحنا مثلا chemistry، تمام؟ في الكيمستري الكربوهيدرات نسبتها كم في الامتحان، تمام؟ اللاب اوبريشن نسبتها كم، المانجمنت نسبتها كم، الكواليتي كنترول نسبتها كم. اذا انا وامتحنا مثلا تكنولوجيست، اذا انا وامتحنا سبيشاليست، حتكون الكواليتي كنترول والمانجمنت واللاب اوبريشن نسبتهم اعلى. ممكن اللاب اوبريشن تكون 25% او 30% من الامتحان، المانجمنت ممكن تكون 30% من الامتحان، في حين انه التكنولوجيست المانجمنت ممكن تكون بس 15%. فكل ما المؤهل زاد والتخصص بقى أعمق، كل ما أنت معرفتك في اللاب مفروض تكون معرفة عميقة. حتى بالنسبة للصعوبة بتاعت الأسئلة، الصعوبة بتاعت الأسئلة بالنسبة للتكنولوجيست ما زي صعوبة الأسئلة بالنسبة للسبيشاليست، لأن أنت لما تكون سيرتيفايد سبيشاليست مفروض تكون عندك معرفة خلاص مكمل اللاب، مغطي اللاب كله. فكل ما زادت الدرجة بتاعتك في الـ ASCP كل ما زادت الصعوبة بتاعت الأسئلة، وكل ما النسبة بتاعت القسم نفسه زادت. فإن شاء الله حنشوفها حالياً معنا في مع بعض إن شاء الله. طيب دكتورة عفواً، بس زيادة صعوبة الأسئلة أو تركيز الأسئلة يعتمد على الدرجة الأخيرة؟ مثلاً مولكيولر بيولوجي يركزون على مولكيولر بيولوجي؟ مولكيولر بيولوجي يعني يمكن 60% منه عبارة عن مولكيولر بيولوجي، الباقي ممكن لاب أوبريشن، كواليتي كنترول، مانجمنت، ممكن فيلوباتومي، يعني حاجات بسيطة. لكن المين توبيك هي بتكون هي مقطع الامتحان كله. أنا وامتحنا هيستوتكنولوجي، ما حيكون بيور مثلا او هيستولوجي او جاينيكولوجيك سايكولوجي، ما حيكون عباره عن مثلا 100% جاينيكولوجيك سايكولوجي، لا حيكون فيه حاجات تانية من تخصصات المختبرات، بس المين طبق في الامتحان يمكن 60 أو 70% حيكون التخصص الاساسي نفسه. اها ممتاز، يعطيك العافيه. طيب بالنسبه دكتوره، انا كنت ادور مركز في الكويت بيرسون فيو بس ما حصلت، وين اقدر اختبر؟ داخل الكويت ما في مركز يعني خالص اني اقدر اختبر فيه غير تعرف المركز اذا متوفر او لا من موقع بيرسون فيو نفسه. لما يجيك الاليجيبيليتي نوتيفيكيشن ويديك اليوزر نيم والباسورد، بتدخل على موقع بيرسون فيو. اول حاجه بقول لك اختار الدوله. لما تختار الكويت اذا في مركز على طول بيظهر لك، اذا ما في مركز حيقول لك there is no testing center in this country، فعلى طول المفروض تشوفي دوله ثانيه قريبه منك. تمام، الله يعطيك العافيه، شكرا. يلا بالتوفيق ان شاء الله. اياك. طيب شكرا جزيلا. نشوف محمد او، تفضل اخواننا سؤالين او ثلاثه بالكثير عشان الزمن، عشان الناس كلها تاخذ فرصه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام والرحمه. شكرا كثير دكتور ايمان، الله يديك الصحه والعافيه رب، الحمد لله. بالنسبه للهيماتولوجي كاضافه بسيطه كده، انا اقدر اقول لك انه في مرجعيه البي دي كيو، كتاب البي دي كيو حيفيد الناس كثير جدا، من الناس خصوصا الناس البي دي كيو. اوكي البي دي كيو اي اضافه جميله. اختصار لشنو بي دي كيو؟ والله هو المرجع كومون اللي كده اسمه كده، كابيتال بي الثقيله هذه، وكابيتال دي وكابيتال كيو. اوكي طيب، مرجع صراحه ينفع للناس التكنولوجيست ان هيماتولوجي، وينفع للناس السبيشاليست مينلي. تمام اوكي، دي اضافه جميله، الله يديك العافيه عليه. تمام، لانه واحد قرا فيه كثير يعني. الحاجه الثانيه، الناس بالنسبه للناس اللي كنت قاعدين تحنوا البورد يعني، شفتك اضفت اضافات جميله جدا في موضوع التسلسل، وموضوع انه الواحد الستبس يعني دي كانت مهمه جدا لانها غايبه على ناس كثيرين. عندي اضافه بسيطه بس في الحته بتاعت الحصلات في امتحانات البورد عامه، سواء كان جنرال سبيشال في فتره السنوات الاخيره تحديدا، او متابعتي مع الشباب يعني اللابوريتوري اوبريشن كثير جدا والله دكتور ايمن. ايوه بالضبط، اللابوريتوري اوبريشن لان السكيلز اللاب، الناس بعض المرات بيمشوا على الليتريتشر ريفيو كثير كمعلومات، وبيهملوا او بينسوا الجانب بتاع اللابوريتوري اوبريشن سكيلز داخل اللاب يعني. بس عشان نوضح للناس، يمكن في ناس ما فاهمين عشان لاب اوبريشن. اللاب اوبريشن هو عباره عن الشغل داخل المختبر، انه الشغل أيوة. داخل المعمل كيف بيتم، من ان انت جيت داخل اليوم الصباح اول خطوه خطيتها داخل المختبر لحد ما تسلم الشيف بتاعتك وتكتب التوصيه بتاعتك وتطلع، كل حاجه بتتم داخل المختبر من شغل من جميع النواحي اسمها لاب اوبريشن. فعاده بيسالوا منها صح فعلا السكيلز بتاعت انه العينات اللي بتكون دائما مثلا اتعامل مع كل عينه كيف، اذا انا خدت انه فيها هيدنج مثلا انفورماتيف وما مربوطه بالكلينيكال داتا، الكواليتي كنترول، المينترنس، الكاليبريشن، الاجهزه صح.
بالضبط. إضافة بسيطة تانية للناس اللي دارين يمتحنوا سبيشاليست، يعني عادة الامتحانات أغلبها حاليا، يعني لاحظت كثير جدا في التردد، أغلبها مولوكولر هيماتولوجي يعني. بس بقول لهم ركزوا دائما على الشغل بتاع الكلاستر ديفرنشيشن والديفرنشيشن بتاع اللوكيميا باي مولوكولر تحديدا، لأنه أغلب الامتحانات بيجي كده صعوبة يعني. أنا شاكر لك جدا. أيوة والله شاكر لك جدا صراحة الانفورماتيف للشباب اليوم، وأنا برضو يعني بشكر قدام الشباب كده دكتورة إيمان في الحتة بتاعت توجيه المعلومة لوجه الله صراحة، دي يا جماعة مش يعني أجره بس، نحن كلنا we are supportive together، بالذات في المعلومات والإنفورماتيف ما نبخل على بعضنا خالص، إنه أي حد فينا يحتاج assistant أو أي شيء يعني even Sudanese or not Sudanese، يعني شفته في واحدة دكتورة جميلة يعني لو اجراءات لطيفة يعني كده دخلت من الكويت بالضبط كده سوري، اذا في واحد عايز يعمل ايفالويشن وما عرف يعني حتى ما الا معلومات حتى اجراءات، انت عندك نيت عندك زمن عندك فاضي، ما الا تستغله وتقول له والله انا بقدم لك بالقروش، لا الواحد يلوك الله تعالى وان شاء الله تمشي بالضبط. اجر ما ساهل. الاخت بتاعت الكويت قول لها اقرب سنتر تقريبا في البحرين بيرسون فلو، لكن داخل الكويت ما اظن في سنتر على ما اظن اكشولي، لما مريت على المراكز كده لاحظت في البحرين اقرب مركز لها تقريبا بالضبط يعني. شكرا جزيلا، جزاك الله خير على المعلومات الطيبه، الله يديك العافيه. رب لنا اليوم معلومات جديده. لا العفو، نستفيد منك. بارك الله فيك كلكم. العفو والله، تسلموا كثير. الله يسلمكم. شكرا جزيلا. ممكن نشوف فارس بالله يا جماعة، لأنه الناس كثيرين رافعين يديهم، فبالتالي الناس تحاول تختصر يعني. بس نحن ممكن ندي كل مشترك سؤالين. خلاص. كل مشترك. أيوة، كل مشترك عنده سؤالين بإذن الله. كل مشترك سؤالين يا جماعة لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. أنا فارس جوتار، أساسا ACB North America. أهلا. CSMLS. بس عايز أضيف إضافات عشان الناس تستفيد، لأنه صراحة الطبق مهم، وأنا دائما أنكرج السودانيين كلهم أنه they have to write the exam for ACB for your career and for your knowledge، لأنه really امتحان deserve it. يعني أنا supervisor زي ما قلت لما نجي نستاف ACB و non-ACB I choose ACB، فدي مهمة جدا جدا. أنا شغال هنا في السعودية، عندي 6 staff from my lab الفلبينيين الآن working in USA. امتحانوا جو هنا وجو was general technologist، جلسوا امتحانوا SCB، الآن كلنا شغالين في أمريكا. وكل السودانيين معاي دائما I encourage them please write the exam، please study the exam. لكن احنا طبعا السودانيين ما عايز أقول، لكن يعني نتراخى في الأشياء دي. For your future for your career it is the biggest step. فده encouraging للناس أنه really study. امتحان deserve it. امتحان not easy. استثمارك. راح الواحد يستثمر في نفسه. Well preparation. ففي ACP International وفي ACP North America. طبعا أمريكا بس بتحترف بACP الناس الخريجين أمريكا وكندا بس. أضر كلهم باقي العالم بيسمون ACBI. أيوة يعني ده بس عشان توضيح للناس انه بس معلش المقاطعه سؤال، يعني كلامك ده ذكرني حاجه معينه بس هعقب عليه، انه الواحد اذا عنده ACPI وعايز يمشي يشتغل في امريكا شنو يعمل بالضبط؟ فحاجه اقول له بعد شوي. اكسلنت. بس عشان نوضح للناس انه ايش الفرق. الحقيقه انا عايز اعقب برضه للسبيشاليتي. في سبيشاليتي اللي هي ببكالوريوس لو بيكون التايتل بتاعك سي امتحان الكيمستري بس ايش الهيماتولوجي، وفي سبيشاليتي بالماستر والبي اتش دي، فدول توتالي ديفرنت اكزام وديفرنت ريكومنديشن ماتيريال. فالناس هاف تو يعني بكالوريوس كان نوت بي اس اس بي اي سي بي اي، فبكالوريوس حتكون either C or H or HIT or على حسب، فدي الناس تنتبه لها يعني SP كل ما زاد ده معناه عندك يا يكون عندك ماستر يا يكون عندك شنو PhD. إذا كان بس التاي إذا كان C or H دي معناه عندك بكالوريوس، عشان بس الناس don't confuse.
الحاجة الثانية بالنسبة للمراكز، يا جماعة الـ ACB they are excellent in material. عندنا الـ POC فيها كل الإكزامبل، عندهم إكزامبل أوف إكزام، يعني will tell you what you need to study. والكومباينيشن بتاعت الأسئلة really you don't need any مراكز. يعني لو دخلت الـ ACB they will guide you a recommended material أقراها بالضبط you will be fine. اشتري الامتحانات بتاعتهم السامبل ودي exactly how the exam is going to be constructed. الاكزام شامل، لكن لو دخلت الويب سايت جبت الماتيريال وحليت الاكزام you will be fine. But don't be fooled انك تمشي مراكز ضيع قروش honestly. فدي by experience. الحاجة الثانية بالنسبة للشهادة بقت من 2019 online. يعني أنا آخر تجديد عملت 2019 خلاص ببطل يرسلوا الهارد كوبي. أيوة بالضبط، الشهادة الحقيقية ما بتترسل. يس فدخلت أونلاين عملت لها برينت أوت. الحاجة الثانية برضه عايز أوضحها بالنسبة للسي إم إي دقيقة. بالنسبة لتجديد الشهادة، إذا الواحد جدد شهادته، الشهادة الحقيقية ما حتصل حاليا، حتكون في شهادة بس أونلاين. حاوريكم حاليا في الموقع بتاع الـ ACT. الشهادة نفسها حيكونوا كاتبين عليها بطريقة عرضية إنه this certificate is not for verification processes. يعني الناس بتخاف، طيب يا دكتورة أنا عايزة أخذ شهادتي المجددة، عايزة أعمل لها داتا فلو، عايزة أعمل لها verification، كيف يعني؟ وهم طابعين عليها الكلام ده. فبعد شيء بعد ما ندخل أونلاين مع بعض الموقع هنعرف مع بعض إنه كيف الواحد ياخذ الشهادة من غير يكون فيها العلامة اللي بالطريقة العرضية دي. حشوة مع شوية إن شاء الله. أوكي جريت. الحقيقة بالنسبة للـ CMEs كل 3 سنين تطلب منك 36 credit hours. يعني لو دخلت ما لازم courses، ممكن أي conference أي session. يعني الميد لاب في ناس دبي بيديك CMEs، يعني أي CMEs credit hours it will be accepted. بس زي ما قال الدكتور إيمان you keep the original. لكن أنا since 2004 يعني أسيات برسلهم بيقبلوها. فيعني you don't need to go to courses تدفع على قروش. أي scientific meeting أي conference بتدي CMEs credit hours it will be accepted by the ACP. الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بيزعلوا عن الهيئة السعودية، أنا طبعاً exempted من الإكزام، فالناس برضه ممكن يكون في أبديت. يعني الناس في السعودية اللي عنده ACP أي لأنه أنا North American ACP maybe it's different. يمكن لأن أنا ACP is not ACBI. أيوة it could be different. لكن برضه شنو؟ كمان هي معلومة جديدة إن أنت عفوك من الامتحان وعندك ACP، دي كمان معلومة جديدة. Yes ACP North American. فدي الناس برضه شنو تنتبه لها. الحاجة الثانية الـ ACP I ما محتمد في كندا. كنديين لازم تمتحن CSMLS Canadian Society for Clinical Laboratory Science. احتمال يكون في بعض البروفينس ممكن تديك temporary license to practice، لكن at the end you must write the CSMLS exam. طبعا عندك exam very tough اللي هو 5 hours يعني 2 sessions. فالناس يعني ممكن تخش على CMLS website وبديكم شنو بعض الانفورميشن، لكن جست تو ابديت الناس في كندا لازم تاخذ شنو السي اس ام ال اس. لكن سم بروفينس يو مايت جيت اكزمشن فور سيرتين بيريدز اوف تايم لغايه ما تمتحن، بعد ذاك شنو بيخلوك تواصل، لكن ات ذا اند يو هاف تو رايت ذا اكزام. فبس دي حاجات يعني حاولت يعني اضيفها للناس. معلومات قيمه ومعلومات جميله، الله يديك العافيه. بس دائما خش على recommended textbook يا جماعه. انا معي recommendation، عايز تذاكر الACP ادخل الويب سايت شوف recommended textbook والcontents واقرا exactly. هنوريها لهم ان شاء الله حاليا اونلاين كيف يدخلوا على باذن الله. exactly. شكرا لك. جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير على المعلومات القيمه. شكرا جزيلا. ممكن نشوف اخر حاجه يا دكتوره، ولا رايك شنو؟ لانه طيب ناخذ مشاركه واحده وبس، يا ريت سؤال واحد عشان الزمن عشان نمشي نحاول ندخل اونلاين. مشاركه واحده وسؤال واحد. لطيفه تفضلي. السلام عليكم. كيف يا دكتوره ايمان؟ شكرا لك كثير. اهلين.
الله يسلمك. يا انا بس بسال، انا مقيمه هنا في امريكا، عايزه اعرف امتحن ACPI ولا ASCP؟ الشهاده بتاعتي من السودان. تمام، انت حاليا مقيمه في امريكا، وانس انك ايوه مقيمه في امريكا حتمتحني ASCP على طول. يعني ما ASCPI لكل الناس خارج امريكا internationally، يعني انت حطيت رجلك برا امريكا حتمتحني international. وانس ان انت داخل امريكا لازم تمتحني ASCP، حتى لو شهاداتك من السودان، حتى لو الخبره بتاعتك من السودان، كيف ما كانت مؤهلاتك، انه في النهايه انت داخل امريكا لازم تمتحني ASCP فقط، ما ASCP. شكرا لك جدا. والسؤال الثاني بسأل من الروت، عملت الباشلر ديجري، انا عندي باشلر ديجري ومعي 5 years experience، فطلعت لي روت 4 this right. بالنسبه لاي امتحان؟ جنرال ام ال اس. جنرال، يعني حندخل بعد شويه نشوف مع بعض الروت. انت تشوفي عندك باكالور معناها مثلا روت 1 و2 و3 و4، عندك خبره مثلا 3 سنين معناها روت 3، معناها روت 4. الروت اللي انت بتلقي نفسك مناسبه وموفيه شروطه على طول تقدم عن طريق. هي بتختلف الامتحان بتاعت الام ال اس ابدا على بالنسبه الروت؟ للروت ابدا. انا امتحان، اه يعني انا قدمت عن طريق الروت 1 وانت قدمتي عن طريق روت 2 لنفس الامتحان، في النهايه الاثنين هنجلس لنفس الامتحان، حدينا نفس صعوبه وسهوله الاسئله، في النهايه هناخد نفس المسمى. فالروت هي عباره عن طريق لتسهيل التقديم للامتحان فقط لا غير. شاكرة لك جدا، شكرا جزيلا، الله يعطيك جزاك العافيه. خير، الله يسلمك. طيب ممكن حاليا نمشي اونلاين مع بعض نشوف الحاجات ديل، واذا فضل زمن نرجع ان شاء الله ناخذ مزيد من الاسئله، رايكم شو؟ اتفضل اتفضل يا دكتوره. طيب انا حاليا فاتحه، هي عباره عن حساب انا عاملاه للاغراض التعليميه، تمام. اسمه ايمان مجيد، اوكي. فالواحد لما يفتح الحساب بتاع الاي اس سي بي اي، شايفين الشاشه؟ الشاشه واضحه؟ واضحه. كبر الشاشه. الواحد، طيب الواحد لما يفتح الحساب بتاع الاي اس سي بي اي بيلاقي انه، خليني اكبر لكم الشاشه شوي، تمام. بيلاقي انه على يده هنا الاسم، مثلا ويلكم ايمان مجيد، ويلكم احمد محمد، ويلكم مناهي العالي، على حسب الاسم اللي انا قدمت اليوم. هنا اذا عندي اي كونتاكت ليهم، اذا عايز اتواصل معاهم، هنا اطلع في اسمها الداشبورد. الداشبورد دي فيها المعلومات الاساسيه اللي انا بتعامل بيها، بقدم فيها للامتحان، بجدد امتحان الاي اس تي في، بشوف الستوري ماتيريال منها، اذا عندي يعني تجديد جددته بتابعه. فالداشبورد دي عباره عن المحطه اللي انا بشتغل عليها بالنسبه للشهاده بتاعت الاي اس تي. اما الاديوكيشن هي عباره عن المحطه اللي انا بشتغل فيها فقط بالنسبه للتجديد، وبدخل فيها عدد الساعات، تمام. البي او سي ممكن نجيبه كمان من الداشبورد، بس هم حاليا خلينا علينا هنا بره مباشره، بالنسبه للتجديد، بالنسبه للتقديم للامتحان. البروفايل اند سيتنج، الاسم الاول الاخير، اهم حاجه فيه هو العنوان بتاع البريد، البريد بتاعك اهم حاجه بتدخلها في البروفايل اند سيتنج. الستور، الحاجات اللي هم بيعملوا لها، يعني بي مثلا بيوفروها، مثلا اشتريها، عايز اشتري العضويه بتاعتهم، عايز اشتري كتاب البي او سي، عندهم برودكتس كثيره جدا في الستور. ممكن نمشي حاليا مع بعض الداشبورد ونشوفه مع بعض. طيب زي ما قلت لكم انه الواحد لما يسجل اول مره في الموقع، على طول الموقع بيديه كاستمر اي دي، فدي اذا انا امتحنته خلاص ده حيكون الرقم بتاعي كاستمر اي دي الناس البورد الامريكي. طيب نجي للبي او سي اكتيفيتيز. اهم حاجه للبي او سي اكتيفيتيز، اذا انا عايز اقدم لامتحان الاي اس سي بي اي، همشي هنا ابلاي فور سيرتيفيكيشن لايسنشر تو سكول كواليفيكيشن. اذا انا عايز اشوف الاكزام بريبريشن والمتيريال، هاخده هنا، تمام. الفيريفيكيشن، اذا انا اخذت الشهاده وعايز اعملها فيريفيكيشن، هدخل هنا. الرينيو، هتابع الرينيو بتاعي من المينتنس بروجرام. فممكن ادخل على الاكزام بريبريشن على الماتيريال، في حاجات معينه عايز اوريكم فيه. دكتور ايمان، عيد الخطوه دي تاني، شايف في ناس بتسال الصوت، عيد الخطوه بتاعتك. قلنا انه الداشبورد هو عباره عن الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع الاي اس سي بي، وهنا في خدمات كثيره انا ممكن اجيبها من الموقع، تمام. يعني في خدمات كثيره جدا انا ممكن احصلها من موقع الاي اس سي بي.
زي شنو؟ زي مثلا التقديم للامتحان نفسه. التقديم للامتحان نفسه انا ممكن اقدمه apply for certification من هنا، انا عايز اقدم الامتحان، هنجي ندخلها بعد شويه ان شاء الله. الاكزام preparation and material، كل الماتيريال كل الاشياء بتتعلق بالامتحان انا حاجيبها هنا بالضبط. verification or certification، اذا انا اخذت الاي اس سي بي وعايز اعمل له verification حادخل من هنا. المينتنس بروجرام، انا عندي الاي اس سي بي وعايز اجدده حادخل من هنا. فكل وحده يعني عندها شيء معين مختص فيه. حندخل حاليا exam preparation and material، عايز اوريهم بس فيه حاجات معينه. طيب الاكزام preparation and material عندنا فيه حاجات معينه وكثيره مختلفه. ممكن ندخل على international certification. دخلنا على international certification على طول حيجيب لي انواع الامتحانات المختلفه اللي انا ذكرتها لكم حاليا في السلايد قبل. عندنا هنا international medical laboratory scientist، عندنا هنا international medical laboratory technician، عندنا هنا phlebotomy technician، عندنا هنا molecular biology مثلا technologist. مثلا انا فتحت الجنرال، خلينا على molecular biology كمثال. اول حاجه بيكتب لك هنا الامتحان نفسه هو MBASTPI، هنا حيديك اسمه International Technologist in Molecular Biology. تمام، أهم حاجة إنه على طول تحت بديك الروتس. تمام، فإذا أنا ضغطت على علامة البلس هتجيني تفاصيل روت 1. قال روت 1 هو عايز Valid ASCPI Technologist Scientist Specialist Certification، يعني يكون أنا عندي ASCP لو بمسمى Technologist، لو بمسمى Scientist، لو بمسمى Specialist، بس يكون عندي ASCP. الحاجة الثانية يكون عندي باكلور ديجري فروم اكريتي افروف ايديوكيشن انستتيوشن، عندي بكالوريوس. يعني انا حاليا عندي البي او سي جنرال اللي هو شنو اللي هو الام ال اس اي سي تي اي، وعندي درجة بكالوريوس. انا ممكن اقدم على الامتحان بتاع انترناشونال تكنولوجيز ان مولكيولار بايولوجي، ما الا يكون عندي خبرة. فالواحد كده بيمشي لكل خبرة لكل رود شنو مطلوب. رود 5 دايرين ماستر ديجري ودايرين معه 6 شهور من الخبرة. مثلا رود 4 عايزين معه باكلور ديجري ومعها سنة واحدة من الخبرة. يعني الواحد كده بيقدر يعرف إنه كيف الروت المختلفة بالنسبة للامتحان. طيب كده عرفنا إنه ندخل على الموقع، عرفنا إنه كيف الواحد يدخل على الإكزام بريبريشن على الماتيريال من الداشبورد، وكيف تجيب الروت. أنت بتجيب ورقة وقلم، والله أنا عندي شهادة البكالوريوس، عندي خبرة مدة كده، عندي تريننج مدة كده، وبتجي تشوف هنا واحدة واحدة الحاجة اللي مثلا أنا حاليا الروت 1 مثلا متطابق عليه، وأنا عايز أمتحن امتحان على طول حامتحن بروت 1، ولا حمشي افتش اذا في روت ثاني انا ممكن الروت 2 اكون كمان انا يعني acceptable، ممكن حتى روت 3. انت ونس لقيت انه في مثلا روت انت خلاص موافق للشروط، ولا تمشي الروت اللي بعده وعلى طول تقدم بالروت نفسه. تمام، فدي عباره عن الروت. طيب خلونا نصغر الشاشه شويه. طيب اذا شايفين باليمين رول اوف ان ام بي اي اس سي بي اي، بيديك الرول بتاعه. اهم حاجه احنا بتهمنا هي الابلكيشن ريسورس، ده اهم ما في الموضوع. تمام، بالنسبه للتقديم لامتحان الاي اس سي تي اي، اوكي. طيب هنا ممكن يقول لك مثلا في روت كم، مثلا عايزين في روت 3 مثلا، قال لك عايزين successful completion of 2 year medical laboratory science program the training program. يعني ده training program، احنا عايزين شهاده تدريب. طيب شهاده التدريب دي احنا منين بنجيبها؟ بنجيبها من الجهه اليمنيه. اذا شايفين مثلا قال لك روت 2 training documentation، مش في روت 2 طلب مننا يعني شهاده بتاع التدريب، على طول هي موجوده في روت 2. اذا ضغطت عليها بس بالليفت على طول بتفتح معاك. تمام، الشهاده دي المفروض الواحد يطبعها صوره ملونه. تمام، ويشيل الشهاده دي للجهه اللي هي اخذ منها التريننج، اخذت من الجامعه شيل الشهاده دي لعميد الكليه. عميد الكليه ممكن رئيس القسم كمان يملى الشهاده، بس افضل عميد الكليه. لو عميد الكليه ما في ممكن المسجل، حتى المسجل ممكن الشهاده. لو ما المسجل مثلا فشوف فوق انترناشونال تكنولوجيز ان مولكيولار بايولوجي رود 2، الواحد يكتب اسمه اسم الطالب، يكتب البروجرام نيم، انا عايز امتحن انترناشونال تكنولوجيز ان مولكيولار بايولوجي. حين التفاصيل والله ناس الجامعه، شوف بارت 2 must be completed and signed by program director. البروجرام دايركتور ممكن يكون عميد الكليه، المسجل، رئيس القسم، اللي هي الجهه المانحه للشهاده. يقولوا انه اللينك اوف ذا مثلا ذا دياجنوستيك ميديكال ساينس بروجرام بالشهور، والله كانت عباره عن 6 شهور. تمام، تايب اوف ديجري اذا دو درجه او ماده، الديت اوف كومبليشن خلصتها شهر كده يوم كده سنه كده. الجزء اللي تحت عادي كان بيملوا الشخص اللي مل الورقه نفسها العميد او المسجل، هيكتب اسمه مثلا بروجرام دايركت سيجنيشر، هيوقف هيكتب الاسم بتاع البروجرام نفسه اللي في الورقه فوق، المؤسسه هي من الجامعه، العنوان بتاعها، التايتل هو عباره عن شنو، هو العميد، هو المسجل، هو رئيس القسم، التاريخ، الايميل بتاعه، تليفونه، يوقع ويختم
كده خلاص الورق ليه جاهزة. الورق ليه تعمل لها سكان وترفعها بعدين مع الأوراق اللي عايز تقدمها للامتحان. فدي عبارة عن الـ documentation training documentation road 3 إذا في road 3 tools training documentation مثلا road 4 و5 work experience. حتى مثلا road 4 و5 ممكن هنا road 4 يقول لك عايزين مثلا 1 year experience. طب الـ experience دي وين ورقتها؟ اللي هي الورقة اللي هنا واحد بيطبع من هنا. طيب في حاجة مهمة جدا بالنسبة للامتحان اللي اسمها content outline. في الـ content outline أنت مفروض تدري شنو بالضبط، يعني هو بيفصل لك الامتحان، يعني بيفصل لك بالتفصيل المهم. انا عايز امتحن امتحان الموليكولار بايولوجي، طيب انت هتقرا شنو بالنسبه للامتحان؟ طيب شوف هنا مثلا قال لك الموليكولار ساينس الديسكريبشن هتقرا فيه بالتفصيل شنو؟ هنقرا النيوكليك اسيد كيمستري، بيزك موليكولار ثيوري، مثلا بايوكيميكال ايجنت وكده. نسبته في الامتحان الام بي دي ناس التكنولوجيست، والاس ام بي دي ناس السبيشاليست، لزول اللي جبت سال الفريق بيناتهم شنو. فالحاجة دي بالنسبة لناس التكنولوجيست نسبتها من 20 ل 25، ناس الاسبيشاليست نسبتها من 5 ل 10. وليه الاسبيشاليست أقل؟ لأنه دي حاجة سهلة جدا المفروض هو ما يشغل بها، هيدوه في الحاجات الصعبة نسبة أعلى. تمام، عندنا حاجة اسمها مولكيولار تكنيكس، هنجي مثلا نيوكليك أسيد أيزوليشن، سبريشن، ديتكشن وكده. كمان يعني المولكيولار بيولوجي تكنولوجيست وسبيشاليست نفس يعني نسبتهم. اللاب أوبريشن، شوف اللاب أوبريشن ناس التكنولوجيست نسبتها من 15 ل 20، ناس الاسبيشاليست نسبتها من 25 ل 30. شوفوا انه الاسبيشاليست نسبه اللاب اوبريشن عندهم اعلى. ابلكيشن اوف موليكولار تيستينج، حتى التيستينج انسايد اللاب، التيستينج نفسه التكنولوجيست من 30 ل 35، اسبيشاليست من 35 ل 40. حتى في التيستينج انت حتقرا شنو بالضبط. بعد ذاك حيجي بالتفصيل المميز مثلا موليكولار ساينس انت المفروض تقرا شنو في الحاضر، مثلا نيوكليك اسيد كيمستري شنو في النيوكليك اسيد حتدرس، حذاكر الشوجر، حذاكر البيزيس، كيميكال ستراكشر، يعني كل توبيك بالتفصيل المميل انت شنو المفروض تدرس فيها. فالكونتنت اوت لاين هي عباره عن يعني حاجه مهمه جدا الواحد المفروض لاي ورقه بالنسبه لامتحانه يطبعها، ولازم قبل الامتحان يمر عليها كلها ويتاكد انه غطى كل التوبيك اللي في الورقه المعينه. فكل الامتحانات بنفس الشيء، اذا دخلت على الفيلوبوتني حلقه نفس الشيء كونتنت اوت لاين، دخلت على التكنيشن حلقه، دخلت على الجنرال حلقه. فدي عبارة عن content guidelines. الreading list زي ما قال دكتور قبل شوية العزيز من North America قال إنه مفروض أنا أدرس الحاجات اللي هم موصين بها، والحاجات اللي هم موصين بها حلاقيها من وين؟ من الreading list، إنه دي المراجع اللي هم موصين بها إنه من وين أدرس بها. طيب مثلا general molecular biology، والله في مرجع اسمه ألبرت، في مرجع اسمه مثلا بنكان، في مرجع اسمه كده، أوكي في كوبر في كده. طيب ده عبارة عن شنو؟ الجنرال، ده بالنسبه للجنرال مولكيولار بايولوجي. ابلكيشن اوف مولكيولار ساينس، اذا انا عايز ادخل على الابلكيشنز هدخل على المراجع دي. تمام، مانجمنت، اذا انا عايز ادخل مانجمنت بس قال لك ديل ناس الاس ام بي، بس ناس السبيشاليست هقرا من المراجع دي. فكل تخصص هم عندهم مراجع محدده، حتى اونلاين، حتى اونلاين هم بيدوا عباره عن مجموعه من المواقع، فيكون اسوشيشن اوف جينيتك تكنولوجيست، اسوشيشن اوف مولكيولار باثولوجي. كل امتحان عندهم اونلاين مواقع محدده هم بيوصوك انك تدرس منها. دي عباره عن شنو؟ دي عباره عن الريدنج ليست. acceptable evaluation agencies for foreign transcript، ودي اللي جبناها ديل في السلايد بتاعتنا، انه في agencies محدده هي acceptable بالنسبه لناس الاي اس بي اي، ودي الصوره بتاعتها. انا السلايد دي ديل بس عملت كوبي، عملت كوبي للعنوان، عملت لكم تيست. كل وكاله بيكونوا كاتبين اسمها، بيكونوا كاتبين البريد بتاعها، يكونوا كاتبين عنوانه وين، ايميله، الموقع بتاعه. حتى ممكن تدخل على الموقع بتاعه، ممكن تدخل على الايميل بتاعه، تتصل عليهم تليفون. فكل الوكالات بتاعت الايفالويشن هم منزلين عليك، ممكن هم عباره عن 12 او 11 وكاله بكل عناوينهم. طيب في حاجه اسمها بروسيدير فور اكزام سيرتيفيكيشن، دي عباره عن كتاب انا هذا حاليا فاتحه وجاهز هنا، كتاب من 28 صفحه. الكتاب ده مهم جدا لكل واحد عايز يمتحن الـ ASCPI أو الـ ASCP، لأنه كل المعلومات اللي أنا ذكرتها في محاضرة الليلة موجودة في الكتاب ده. كل المعلومات اللي بتهم البورد الأمريكي موجودة. اتكلم عن الـ ASCP Certification، هتعرف هو عبارة عن شنو، يعني شنو International Certification Process، الواحد بيعمل شنو. الكاتيجوريز داخلين كاتيجوري واحدة واحدة، Technician مكون من كده، التكنولوجيست مكون من كده، الاسبيشاليست مكون من كده، نفس التسلسل اللي قلناه. بعدين official document requested، الحاجة الأوراق اللي محتاجينها شنو،
الفيريفيكيشن اوف اكاديميك ايديوكيشن اللي هي الايفالويشن مثلا بتاعنا، الاكسبيرينس، التريننج، السيرتيفايد ابليكانت. نتكلم عن الاونلاين ابليكيشن، انا كيف بدخل موقع الاي اس سي تي وبعمل اونلاين ابليكيشن، كيف بحدد الكاتيجوري اند الروت، كيف بحدد الروت، كيف بعمل سبميت للاونلاين ابليكيشن اند بيمنت، كيف بدفع، سبميت ريكوير دوكيمنت، كيف برسله في الايميل، والايميل عنوانه اللي برسل عليه والاوراق هي عباره عن شنو، بيمنت فور مالتيبل ابليكيشنز، اذا انا عندي اكثر من امتحان عايز امتحن اكثر من امتحان كيف ممكن ادفع، كيف انا اغير الايميل والميلينج ادريس واغير الاسم، الابلكيشن بروسيس نفسها هم كيف يعني بيعملوا ريفيو للدوكيومنت، الابلكيشن ستيتس انا كيف بتابعه، كيف احدد الاليجيبيليتي بتاعتي، الان الاليجيبيليتي اذا انا كنت ان اللي جوجل شنو المفروض اعمل، حتى الاسطوم الماتيريال هم متكلمين عنها، اللهم انه فيه يعني معلومات شامله كافيه، الاكزامينيشن ادمنستريشن نفسه نفس الكلام اللي قلناه، في الكمبيوتر ادابتيف تيستينج كيف ناخذ اليوم الامتحان ناخذ شنو معانا، الاكسبتبل فورم اوف ايدنتيفيكيشن هي عباره عن شنو، الالكترونيك ديبوزيت اللي باخذها للامتحان هي عباره عن شنو، اثناء الامتحان انا كيف باخذ الامتحان، هنا بروفيشيال كونتاكت اذا في الامتحان شفيت شفته واحد لقوني بعين في ورقه شنو المفروض يحصل، الايرجولارتيز اذا حصل جوا قدام الامتحان اي حاجه ايرجولارتيز، في حاجه اسمها الفريزنج، الفريزنج دي انه الشاشه بتاعت الكمبيوتر يحصل لها فريز، ودي حصلت لواحده زميلتنا قبل كده دخلت الامتحان بتاع الاي اس تي تي وهي بتحل في امان الله، ففجأة الشاشه فريز، الشاشه وقفت علقت ولا مشت ولا يمين ولا شمال، فناس المركز يتواصلوا مع ناس الامتحان في امريكا، الواحد لما يجي في الامتحان بيتفتح له اونلاين من امريكا، فلما يتكلموا معاهم لقى انه صاحبي ضبط الامتحان حصل له فريزنج، فاعتذروا منها وقالوا لها انه ده خطا تكنيكال، ورجعت البيت حددوا لها الامتحان موعد يوم ثاني وجات امتحان ثاني، فممكن خلال الامتحان تحصل اي حاجه يعني فجاه، فالواحد عادي ممكن يحلها باسم الله. يتكلم عن الريزولت الاكزامينيشن سكور نفس اللي قلناه، ونحن كل الحاجات اللي نحن قلناها سيرتيفيكيشن اكسبيري الكريدنشال بتاع كل اللي نحن تكلمنا عنه موجود في الكتاب ده، فالكتاب ده قيم جدا جدا، وانا بنصح اي واحد عايز يعني يمتحن الاي اس سي تي يطبع الكتاب ده، فدي معظم الحاجات المين اللي انا حاليا قبل شوية كلمتكم عنها. طيب هنرجع ثاني للداشبورد، في حاجة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي جددوا شهادة البورد الأمريكي، بس خلوني أطلع لأنها أدخل بحسابي اللي فيه أصلا السيرتيفيكيشن، بس ثواني خليكم معنا، كانوا ده الحساب بس أنا عملوه بس أغراض تعليمية ما في ولا شيء، فحادخل بحسابي الحقيقة عشان أوريكم إنه الواحد كيف الشهادة اللي مجددة بتظهر فيه حاجة إنه دي certificate is not valid for verification program، وكيف ممكن يتخلص من هذه لأن هي مصدر إزعاج بالنسبة لمعظم الناس. طيب زي عبارة عن الحساب بتاع الـ ASCP، فإذا ما حيفتح لوحده هو الداشبورد. طيب فحاليا نشوف إنه CM مثلا exam result score report في 1، أنا امتحنت مرة واحدة فعندي exam 1. view CMP declaration، أنا قبل كده جددتها كم مرة؟ جددتها مرتين، فإذا دخلنا هنا على الـ CMP declaration طيب هي عبارة عن التجديد، يعني أنا المرة الأولى قدمت بتاريخ 13/8/2017 والمرة الثانية بتاريخ 16/11/2020. إذا عملت show application لنفسها شوفوا كيف بيطلع، دي الشهادة. لا ثانية واحدة، طيب لا ما هي ثانية واحدة، طيب ريما يجينا هنا حاليا دي الصفحة بتاعت التجديد، هم نحن عندنا كم عندنا عدد 36 ساعة زي ما قلنا مقسمين هون بلضان في ساعتين، كيمستري ساعتين، كيمستري ساعتين، لابسيت في ساعة، مايكروبيولوجي ساعة، ده عبارة عن 8 9 10 11، ده عبارة عن 11 ساعة، 2 3 4 5 6 7 8 9 سوري 9 ساعات،
9 ساعات عباره عن حاجات محدده، ال 27 ساعه انت تجيبه الريليتيف انترست في اي حاجه، بس اهم حاجه انك تكون تبع المختبرات الطبيه. تمام؟ فانا بما اني جيت خليني اوضح لكم النقطه دي. فالحاجه دي ممكن اجيبها من وين؟ من الايديوكيشن. اذا دخلت على الايديوكيشن هيجيب لنا نفس النقطه. شايفين نفس النقطه هيجيبها من الايديوكيشن. طب انا عندي شهادات ما من الاي اس سي تي وعايزه ادخلها، فحمشي الايديوكيشن، حمشي سيرت مثلا كريديت اند بروجريس. الكريديت اند بروجريس هي عباره عن شهاداتي، اد نون اي اس سي تي كريديت. من المكان دي انا بقدر اضيف شهادات ما من الاي اس سي تي. الاكتيفيتي تايب هي فورمال سي اي، طبعا هم يعني اشياء كثيره جدا ممكن واحد يجدد فيها. اذا انت عملت ايديتنج ابوك، اذا انت بس عملت يعني ايديت لاي بوك ممكن تجدد بيه، اوثرايزنج بوك اذا انت كتبت كتاب، ماستر ثيسز انت عندك بحث بتاع ماجستير ممكن تجدد بيه البورد الامريكي. فدي عباره عن الكاتيجوري المختلفه الواحد ممكن يجدد فيها. نحن معظمنا قاعدين نمشي سي ام اي، او هنمشي نكتب التايتل، اللوكيشن من وين جبته، الاسبونسر من اللي اداك الشهاده، متين كملت الشهاده، السي ام اي كم ساعه، هو وين، في اي تخصص ولا ريليتيد انترست. ريليتيد انترست هتعمل سيف على طول، مما تعمل سيف هيمشي هنا الساعه اللي دخلتها هيجيبها لك، هيملا لك هنا والله عندك مثلا ساعه في البلوك بانك تحطوا لونه باللون البلو، عملت ساعتين هيكونوا فل، فل حق ابلايد على طول هتكون تو نيدد زيرو. كل ما تمشي اذا كلهم مليتهم هيكون الابلايد 36 النيد زيرو. انت كده جبت كل عدد الساعات، هنمشي الخطوه اللي بعديها على طول كونتينيو تو ستيب 2، هتكون حاليا هي ما هي مظلله هتكون اكتف. ستيب 2 هنمشي حاجه خطوه كده اللهم بتعمل تيك اي مثلا اي كونفيرم واي اكسبت والكلام ده، هنمشي في ستيب 3 اللي هو البيمنت، هندفع القروش اونلاين وبعد ذاك هيقول لك سبميت، نعمل سبميت، هنستنى لحد ما يرجعوا لنا ناس الاي سي تي من ريفيو للابلكيشن، إذا لقوا إنه كل المعلومات صحيحة هيجدد الشهادة وحيرسلوها لنا أونلاين، ما حيرسلوها زي ما قلنا هارد كوبي، لا حيكون كله أونلاين. هنمشي حاليا للقصة اللي قلناها إنه في سي إف تي، طيب نمشي كمان بيج. طيب شوفوا هنا في سي إف تي ديكلاريشن سبميت، إذا أنا عايزة أجدد همشي سبميت سي إف تي ديكلاريشن. أوكي كليك هير في فيو كريدنشال، انا حاطط هنا اذا شفت اذا عايز اشوف الشهاده. طيب اذا دخلت هنا في الشهاده بتاعتي، انا عايز اشوف الشهاده بتاعتي، شايفين شنو مكتوب؟ مكتوب انه تو بي يوزد فور برايمري سورس فيريفيكيشن. عرفتوا؟ يعني انا ماي كريدنشال ايماني يوسف ام ال اس اي اس سي بي اي سي ام سي ام، ليه؟ لانه هو مينتنس كريدنشال مينتنس، انا مجدد الشهاده. اوكي فدي عباره عن الشهاده بتاعتي اللي هو نوع كده البروجرام كده، اخذت الشهاده يوم 9/4/2014، اللي ستار ديت مثلا كده، الاند حتنتهي الشهاده يوم 11/30/2023، السيرتيفيكيشن نمبر كده. الشهاده دي حاليا هي مكتوب انها not to be used for verification sources. تمام؟ اما اذا انا الشهاده دي ممكن بطريقه ما بحفظها، اوكي هحفظها انزلها عندي، لما انزلها واطبعها الطباعه دي ما بتكون مكتوبه فيها. لما الواحد يطبع الشهادة الكلام ده ما مكتوب فيها، وبعد ده يمكن يستخدمها للأغراض بتاعت الفيريفيكيشن. فبالطريقة دي الواحد بيستطيع إنه not to be used for primary source verification، واحد يتخلص منها. فدي الحاجة اللي كنت عايز أقولها لكم كده. طيب ثاني احنا قلنا هنشوف مع بعض حاجات أونلاين. طيب بالنسبة للتقديم للامتحان نفسه، التقديم للامتحان من الحساب الثاني، لأنه دي إنه الواحد كيف يدخل امتحان موقع الـ ACT ويقدم للامتحان، بس حوريكم أول خطوتين لأنه المفروض بعد كده تكون معلومات حقيقية يعني. طيب هنمشي اساسا الداشبورد، واساسا هي هتكون اوتوماتيك بعد في الداشبورد. فهنمشي تحت ابلاي فور سيرتيفيكيشن لايسنشر كواليفيكيشن، هنضغط عليها هيدينا كاتيجوريز نحن نختار منها. هنقدم ليو اس سيرتيفيكيشن، زميلتنا حاليا اللي ذكرت انها هي موجوده داخل امريكا هتمشي لاول خيار يو اس سيرتيفيكيشن، وبعض الزملاء نحن
كانوا ما عارفين انه كيف يقدموا، فهم خارج امريكا وقدموا لليو اس سيرتيفيكيشن وقدموا كل الورق وجاهم. طبعا ناس امريكا هم ما دخلهم ان انت جوا امريكا او برا امريكا، بس قدمت الامتحان انت اللي قبل حيقول لك يو ار اللي قبل، فجاهم يعني اللي قبل لك انهم هم يو ار اللي قبل ومفروض يمتحنوا، بس ما عندهم طريقين يدخلوا امريكا، فراح عليهم الامتحان. فالواحد اذا هو داخل امريكا او خارج المفروض يعرف بالضبط عشان يقدم. فنحن مثلا انترناشونال سيرتيفيكيشن حندخل على طول في انترناشونال سيرتيفيكيشن، هيقول لك عايز الايميل ادرس، هتدخل الايميل ادرس هيقول لك عيد الايميل ادرس باي كليكينج اي اكسبت كده كده اوكي. مين ما عملت اوكي هتمشي الايميل اللي رسله لك، هيرسل لك في لينك اوكي فيريفيكيشن لينك او اكتيفيشن لينك، هتضغط على اللينك هيقول لك خلاص انت مثلا بعد ده يو ار مثلا ريدي وانك تقدم الامتحان. هتمشي خطوه بخطوه، التقديم سهل جدا. هتمشي اول حاجه تحدد نوع الامتحان، انت عايز تمتحن اي امتحان، نمرة 2 هتحدد اي روت بالنسبه للامتحانات، بعدين اسمك الاول اسمك الاخير معلومات كده، في النهايه تدفع القروش بتاعك تسميت. فحكايه التقديم للامتحان هي يعني عمليه سهله جدا، اسهل من انها سهله. فدي معظم الحاجات اللي انا كنت عايزه اوريكم ليها بالنسبه لامتحان الاي اس تي. في حاجه ثانيه بس معلش هضيفها لكم للناس اللي ممتحنين، هدخلكم موقع لابسين بس اوريكم حاجه في الموقع. إنه كيف الواحد يقدر يستفيد استفادة قصوى من موقع لابس. طيب ده الموقع بتاع اللابسي بتاعي مثلا، ده حسابي الخاص مثلا في موقع لابسي اوكي، زي ما شايفين هنا ايمان مجيد اوكي. الواحد بيشوف الابلكيشن مشترك في شنو. انا حاليا مشتركه في الكورسز السي ام اي لاني بدات شهر 11 اللي فات، ومشتركه في الكورسز ومشتركه في الاكزام سيميوليتر الامتحان بتاع المحاكاه، فالاثنين انا مشتركه فيهم فموجود فيهم الاثنين. فانت لما تدخل على الابلكيشن بتلاقي الحاجات اللي انت مشترك فيها. تحت مثلا حاليا ده عباره عن مثلا الكورسات اللي انا اخذتهم مثلا قدمت بهم الامتحان تمام، مثلا دي كلها كورسات تفاصيلها العدد الساعات اللي فيها كومبليتد الديجري اللي اخذتها من 100% اخذتها كم مثلا. فمثلا اهم حاجه بالنسبه للاكزام سيميوليتر هنمشي للاكزام سيميوليتر هنغير. طيب هيقول لك الريفيو فايل انت عايز اي امتحان، عايز AST كورد للMLS ولا للMLT ولا عايز. احنا بنختار Selected Area عادة، بنختار Selected Area. في Selected Area انت عايز اي تخصص، Blood Bank Chemistry مثلا، مثلا انا ممتحنة مثلا Blood Bank مثلا BBASTPI وعايزة احل البانيلز بتاعت الـ Antibody Identification تمام. فانا بس عايزة اسئلة بتاعت البانيل، فانا كيف يعني في موقع الASTP ادخل لي يعني تخصص عميق بلود بانك؟ شايفين جنبه في علامة زايد، خليني أكبر الشاشة شوية أوكي، في علامة زايد هضغط عليها تمام. في حد هيديني حتى حاجات كثيرة، بلود برودكت بلود جروب سيستم بلود جروب إيميونولوجي تمام. فأنا مثلا همشي عارفة إنه الأيدنتيفيكيشن في الإيميونولوجي تمام، هقوم أمشي إيميونولوجي إيميون ريسبونس إيميونوجلوبيولين مثلا أنتيبودي أنتيجين أنتيبودي إنتراكشن كومبلمنت أو لا، هي في سيرولوجيك أو موليكيولار تيستينج تمام. مثلا حتى في استرولوجي همشي ابلكيشن سبيشال تيست اند ريجنت ليكوسايت تيستينج روتين تيست ريجنت. مثلا اذا مشيت ابلكيشن اوف روتين تيست يعني انا ممكن في موقع اللابسي ادخل لتخصصات عميقه جدا. اذا ما عايزه بلود بانكينج مثلا، انا عايزه مثلا هيماتولوجي اوكي، في الهيماتولوجي عندي فيسيولوجي والديزيز، عايزه الديزيز، عايزه في الديزيز اريتروسايت ولا ليوكوسايت، عايزه مثلا ليوكوسايت، عايزه البناين ليوكوسايت ولا المايلويد مثلا، عايزه الليمفويد نيوبلازم مثلا الأكيوت لوكيميا. أنا إذا حددت أكيوت لوكيميا مثلا حددت عدد الأسئلة 10. الريفيو مود أنا عايزة تيست مود، تيست مود يعني تمتحن العشرة أسئلة ولا يديك إجابة، يديك الإجابة النهائية نهاية الامتحان ويديك الأسكور. ولا الريفيو مود أفضل، ريفيو مود تمتحن السؤال الأول على طول بيقول لك إنه صح ولا لا وبيديك الفيدباك، فكده أفضل. إذا الواحد يمتحن 10 أسئلة مرات الناس بتكسل إنها الامتحان تشوف نتيجة الأسئلة كلها، فهنعمل start exam simulator session. فلما نعمل كده
كل الأسئلة اللي بتجينا عبارة عن بس التخصص اللي نحن اخترناه، بس كل الأسئلة عبارة عن التخصص، ما في ولا حاجة برا. هنمشي السؤال الأول صح خطا ما فرق في النهاية، نحن بس أوكي السؤال ذي صح، هنمشي اللي بعديه مثلا، هنختار الإجابة الأولى كلها حيكون نفس التخصص، فبكده الواحد بيستفيد استفادة قصوى من نفسه. فدي كل المعلومات اللي حبيت أشارككم معها أونلاين، إن شاء الله تكون قطيت معظم الحاجات اللي كده. وإذا في عايز أي واحد فيكم عايز أي معلومة أونلاين مهم حاليا أو حاجة كيف يعملها إن شاء الله تفضل. فبنفتح باب الأسئلة من جديد. طيب أنا شايف in the interest of time يا دكتورة ناخد لنا يعني مشاركة أو اتنين بالكثير لأن الزمن، ولا رأيك شنو؟ أبشر طوالي. طيب نشوف إسراء، إسراء إسماعيل تفضلي. إسراء إسماعيل طبعا بس خلينا نقول مداخلة قبل إسراء إسماعيل تدخل. طبعا إسراء إسماعيل دي صاحبتي جدا في حين اللي سمت لاقينا، وعزماني إن شاء الله لما ننزل السودان عزماني عندهم في البيت، ما في داعي أقول عزماني شنو، بس عزماني حاجة في البيت، فإن شاء الله تكون دي وما تهروا منها. إن شاء الله الجيمات عزماني مفروكة بتاع خضرة. اتفضل يا إسراء. نحن حاولنا نعمل اعمل ام ميوت، لكن ظاهر على انه عندها مشكله في الاتصال او كده. طيب ممكن تكتب سؤاله في الشات اذا عايزنا سؤال. ممكن تكتب السؤال في الشات. في هديل تفضلي. الو السلام عليكم. الو وعليكم السلام ورحمه. انا هديل يا دكتوره. اهلين يا هديل، مرحبا بك. الله يديك العافيه يا دكتوره. يلا انا متخصصه هيستو، متحمسة جدا للامتحان. طيب. بس يعني كل الناس اللي امتحنوا صعب جدا اني القى زول باص الامتحان، تمام. ويعني دائما متابعاك في الفيس وكده، يعني انت دائما تتكلم عن الامتحان بس ما بتجيب سيرة الهيستو نهائي، لانه الهيستو بصراحة صعب جدا، يعني نحن في بلد والهيستو في بلد. طيب يلا عيني يا دكتورة، يعني كده انا بحسها وشفت الناس اللي امتحنوا وكده مثلا هم، او حتى دخلت في الموقع حق الجمعيه ولقيت الكتابين اللي هم موصين بهم البي او سي والكارسون، تمام. يلا انا جبتهم وعاوزه ابدا اقراهم، يعني طيب يعني كيف ابدا اقرا او كيف انظم وقتي او يعني كده. زي ما قلت انه الكونتنت اوتلاين، تمشي تنزل الكونتنت اوتلاين تشوفي انت المفروض تدري شنو بالضبط، تجيبي ورقة وقلم وتجري. والله انت مفروض تجري نمرة واحد كده، مفروض تجري نمرة اثنين كده، كل الطبق اللي انت مفروض تجريها تكتبيها بورقة وقلم، تمام. انت هتمتحني بعد شهرين مثلا، تقسمي مثلا شهر ونص، خلي اسبوعين للامتحانات وحل الاسئلة، شهر ونص، حاولي تقسمي الشهر ونص على كل الطبق اللي انت عاملها. واهم حاجة ان انت تلتزمي بالجدول، اهم ما في الموضوع انه تلتزمي بالجدول وتحاولي تغطي. فالموقع بيرتب لك افكارك كلها، عرفتي، بيديك الماتيريال المفروض تدرسي منها، بيديك الكونتنت اوت لاين، يعني الموقع رائع جدا بالنسبه للامتحان، بيرتب افكارك. تمام يا دكتوره. طيب بس يعني يا ريت انت لو عندك معرفه بناس امتحنوا في الهيستو وباصوا الامتحان، يعني يا ريت تجمعينا بيهم او في جروبك في الوات في الفيس او يعني في اي حته، تمام. انا في الواتساب عندي جروب بتاع امتحان زي ما تبغى امريكي هيستو باثولوجي، عندي جروب زي ده. بس طيب جميل. صح. الناس أيوة. اللي امتحنوا فيه بسيطين، صح كلامك صح، ونادر ما تلمي في زول اصلا امتحن. لكن في ناس ما شاء الله، انا بعرف عندي زميلتي امتحن السايت تكنولوجي والحمد لله نجحت، عرفتي. فهو الناس امتحنوا فيه موجودين، عرفتي، بس انه شويه دايره تتهدي عشان تصل الناس دي وتسمع تجربه بالضبط. تمام يا دكتوره، خلاص حنتظرك تخطي لنا الرابط حق جروب الواتس في الشات، تمام. والله بسوري ما بقدر اشيره لانه كده الناس كلها حتدخل وكده، فبنتواصل بطريقه ما ان شاء الله ممكن من خلال جروب الفيسبوك وبضيفك لو باذن الله. ابشر. طيب اسمك من نوم الكامل هديل الوليد. هديل الوليد، ايوه تمام خلاص ان شاء الله بنتواصل يا هديل باذن الله. الله يكرمك يا دكتوره. الله شكرا. الله يكرمك. طيب نشوف اسراء. انت تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. ازيك يا دكتوره ايمان، كيفك؟ اهلين. انتي اسراء اسماعيل صاحبتي ولا واحده ثانيه؟
انا ذاتي بتاعت الخضره المفروكه. عشان اكبر قدام الناس زي الكلمه المشهوده. لا لا لسه انا عين وعدي، بس اول ما تنزل السودان طوالي اديني تليفون، انا عين وعدي اصلا. يلا ابشري ان شاء الله ربنا يجزيك كله خير ويديك الصحه والعافيه وما قاعد تقصري معانا. الله يديك. عندي سؤال، في الفتره الزمنيه من الادمشن للاكزام كم بالضبط؟ 3 شهور. بعد عملت الادمشن 3 شهور من يوم، من اليوم اللي وصلتك فيه ولا ادمشن نوتيفيكيشن، من نفس اليوم تحسبي 3 شهور. فاتت 3 شهور يوم فات عليك الادمشن، تقدمي من جديد. هعمل ثاني تقديم من جديد. ايوه بالضبط، ما حتعمل ايفالويشن مره واحده بيكفي. أيوة. لكن ادمشن حتعمل من جديد، حتدفع قروش من جديد. اوكي تمام. طيب يا دكتوره، انا قبل كان في اخ دخل معانا مداخله كان يتكلم عن البي دي كيو، مرجع بتاع هيماتولوجي، هو نفس الفهم بتاع كونسايس وسكسس هيماتولوجي. لو للاختصار بتاعه اسمه بريتي دارنت هناي كويك. منو بريتي دارنت كويك، هي سلسله بريتي. ايوه هي سلسله بتاعت كتب، بتاعت كتب في فيسيولوجي ستاتستيك في كده، عرفتي؟ فهي سلسله بتاعت كتب، فهو مختصر مفيد برضو للناس الهيماتولوجي، مفيد الناس شديد برضو. فكنت اوري الاختصار بس بتاعه يعني، ما قصرت. وانا باقي على الخضره بتاعتي، وانت هسه وديتينا شرح كافي، ودعواتك دعواتك ليه الموضوع قرب شديد، وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك يا رب العالمين باذن الله. امين ان شاء الله. تسلمي لك ايمان، الله يديك العافيه. الله يخليك. الله يبارك. توفيق ان شاء الله. طيب بس عشان الزمن يا اخواننا، حناخد يعني للاسف حناخد مشاركه واحده من محمد عمر ده، لانه رافع يده من قبل، فدي حتكون ان شاء الله اخر محاوله وبعد ذاك ان شاء الله، او اخر مداخله وبعد ذاك ان شاء الله نختم. تفضل يا محمد. كان ام ميوت يور سيلف. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. عفوا لا كترنا نطلع عليكم معلش. بالنسبه للاخت هديل انا حربطها بدكتور محمد الحويرس، معكم في الامارات يا دكتور ايمان. أهلين. محمد الحويرس علامه في كل التوبكس عامه بتاعه الهيستو، سواء كان سايتولوجي سايت سكرينر او سايتولوجي. فهي انا رسلت لها رقم جوالي على الشات، وممكن تواصلني واتس عاد يعني، بديها اللينك بتاعها. الله يديك العافيه، جزاك الله خير، ما قصرت يا دكتور. ايوه دائما التفاعليه والتواصل مع عامه الناس في مختلف التخصصات مهمه يا شباب صراحه، والناس تقدم المعلومه لبعضها يعني. ما شاء الله يعني الحمد لله، السودانيين الحمد لله رب العالمين، ودعم كبير من ربنا سبحانه وتعالى يعني، بازلين الجهد في بعض لبعض البعض في اشياء كثيره جدا يعني. يعطي العافيه دكتور ايمان، ذات ما بتقصر دائما. يعطي العافيه من الزعجه كثير لكن ما بتقصر يعني. لا العافيه. العفو والله، بارك الله فيكم. بس كان عندي مداخلتي ويعني شكرا، جزاك الله خير، ما قصرت يا دكتور، الله يديك العافيه. العفو والله، الله يسلمكم، تسلموا كثير. الله يسلمكم، الله يسلمكم. الله يسلمكم. كذا خلاص المشاركات. والله طبعا في مشاركات تانية، لكن بس عشان الزمن وكده انا شايف انه احنا بعد نختم يعني. فدكتور نادر ممكن تتفضل. الشكر والله يعني موصول للاخت ايمان مجيد، ونسال الله سبحانه وتعالى يعني يجعلها في سجل حسناتك، وهي دي دوعيه للجيل الصاعد. نتمنى انه كلهم يكونوا واعيين باهميه البورد الامريكي، وإن شاء الله بيكون بيناتنا التواصل، وعاجزين عن الشكر. وحلقة مثمرة ومفيدة، وكانت يعني الإمباكت بتاعها كبير جدا، والمشاركات عالية، لأنه كل الناس معظمها ما بتكون أكاديمية، بيركزوا على الجانب المهني للواحد لو ضار يطلع برا للخليج أو غيره. فالحمد لله والشكر لله يعني أجدتي وأفدتي، وما نقول يعني يعظم الله أجرك، وجزاك الله خير وبارك الله فيك مجيد، وإن شاء الله بيناتنا التواصل، وضميناك للجروب على سن لو احتجنا لأي شيء قدام إن شاء الله تكوني تحت الخدمة جاهزة بإذن الله. الله يديك العافية دكتور، تسلم، جزاك الله خير. ويعني سبحان الله يعني ما جبت حاجة من دي، الحمد لله كلكم في عمل خير مع بعض، إن شاء الله ربنا يقبل يا رب العالمين. بس عايز أختم بكلمة أخيرة لزملائنا الكرام، عايز أقول لهم إنه يعني الواحد يعني يطلع من القوقعة اللي عايش فيها. يعني معظم زملائنا أو زميلاتنا بالذات، ما أقول لك بيخجلوا، بس بيشعروا بالحياة، إنهم يسألوا، إنهم يطلعوا للعالم الخارجي. يعني الواحد عنده وظيفة، من البيت للوظيفة، من وظيفة للبيت، الواحد يطلع يشوف الحياة فيها شنو بالضبط، وبيلقى إنه الحمد لله زملاء المهنة الكرام كلهم رافعين أيديهم ومرحبين بهم في أي لحظة.
في أي لحظة، يعني أنا بتكلم عبر المبادرة بتاعت الباحثين السودانيين في المختبرات الطبية، ما شاء الله تبارك الله، أنا دخلت يعني يا دوب يمكن تواصلت معاهم قريب، بس فيهم بجد يعني يا أخوان ما شاء الله تبارك الله، أي واحد لكل زملاء المهنة في أي لحظة من اللحظات يحتاج أي دعم أيا كان نوع الدعم، سؤال، إجابة، إجراءات، أي خدمة، أي خدمة الواحد عايزها وما قادر يصليها، نحن يعني فاتحين يدينا، حباكم ألف، حباكم عشرة، وأي لحظة نحن قادرين نقدم فيها يد العون بإذن الواحد، الأحد ما حنتخاز ولا حنتفاجأ، كلنا يد واحدة، يد واحدة زي ما أقول، يد على إيد تبدأ بعيد، عايزين نكون يد واحدة، عايزين نرفع مهنتنا يعني للعلالي زي ما بقولوا، وإن شاء الله بإذن الله كلنا يعني قلوبنا على بعض وعلى مهنتنا الكريمة بإذن الله. يتقبلوا تحياتي وإن شاء الله أكون أفيدكم بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله حتكون عندنا حلقات جاية كثير حنفيدكم بإذن الله. مبدئيا قبل ما أختم ممكن أقول حاجة بسيطة، يتوقعونا ممكن نعمل يعني إن شاء الله لايف قريب عن الداتا فلو، أنا وعدت دكتور نادر إنه معظم الناس عندهم مشكلة في الداتا فلو، فدي عبارة عن طبق مجهده الناس كلها، فقريب إن شاء الله حننظم يعني لايف قريب، وإن شاء الله أنا رفضت كل المادة كمان، نشوفكم على خير يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويجزاك الله خير وسهرنا بيك وعفلينا يعني قدر الف خيرك ودارينك ذات تنشط الجروب من الجانب ده يعني حتى الفيديوهات الاشياء الممكن تكون في اسئله ما جاوبت على بعض الناس تفعلي لنا الجروب بتاع الباحثين السودانيين في عمان خبرات وعظم الله معليش بس ممكن نرجع لللايف بتاع الفيس ينزل سؤال واي سؤال باذن الله هنرجع لهم واحد واحد باذن الواحد راح اجاوب على كل الاسئله إذا ما قدرنا نرد على الشات هنا ممكن نرجع للايف في الفيسبوك عبر الصفحة وبكده الواحد بيضمن إنه في تفاعل في الصفحة بإذن الله. بإذن الله. بارك الله فيك جزاك الله خير الله يبارك فيك. بإذن الله جزاك الله خير وشكرا جزيلا ونعتذر يا جماعة للناس اللي ما عندناهم فرصة لأنه الزمن وكده لكن اكتبوا أسئلتكم في اللايف في ال في ال في الفيسبوك وإن شاء الله دكتور إيمان حترجع تجاوبهم كلهم بإذن الله تعالى جزاك الله خير يا دكتورة. الله يسلمك شكرا لك دكتور تسلم. الله يبارك فيك الله يسلمك.